هنسجل ان شاء الله هو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بيكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللقاء الثاني في الارتيريال ديس اوردرز كرونيك اسكيميا، يعني كرونيك اسكيميا ديفينيشن يعني جرادوال اوكلوجن للارتر. اتيولوجي كتاب الاسم، كتاب طريقة ساذجة جدا ما تسمعش كلامه، لكن ده اللي مكتوب او سهلها علينا زي نظام مذكرات الدروس. قال فوق 45 سنة يبقى اثروسكليروسس، تحت 45 سنة لو كان ديابيتك يبقى اثروسكليروسس جاي بدري، لو كان مش ديابيتك شوف ميل ولا في ميل، لو ميل لو في اللور ليمب يبقى بيرجر ديزيز، ابر ولور ارترايتس. هنيجي للبيرجر والارترايتس ان شاء الله في اخر الشابتر ده باذن الله. اما الفيميل لو كانت ابر ليمب تبقى رينودز، وهنيجي لرينودز ان شاء الله في اخر الشابتر ده. لو كان ابر لور ليمب يبقى ارترايتس. طب اسباب ثانيه، اكيوت اسكيميا تحولت لكرونيك زي ما سمعنا، انيوريزم، وسمعنا بقى الانيوريزم بيعمل اكيوت اسكيميا بأحد طريقتين، يا اكوت ثرومبوزس يا امبولايزيشن، وبيعمل كرونيك اسكيميا بجرادوال ثرومبوزس او كومبريشن على الارتري زي ما تسمع مني بعد شويه ان شاء الله دلوقتي في المحاضره دي في الانيوريزم باذن الله. يا اما يكون كومبريشن من بره بس مش اكيوت كومبريشن، حاجه اسمها ثوراسيك اوتلت سندروم ان شاء الله نسمعها في في النك، وتيومر بيدوس سنه سنه على الارتري. فازوسباستيك ديس اوردرز غير الرينود، الرينود اشهرهم، حاجه اسمها اكروساينوزس، ريثروساينوز فريجيد، حاجات بتبقى جايه لنا في اخر الشابتر ده كلمتين عليهم كده. فدي اسباب كرونيك اسكيميا المختلفه. الباثولوجي بيتكلم على باثولوجي في اثروسكليروزس، وده ما يهمنيش خالص وعمره ما يتسال، لكن انا كاتبه لك بطريقه لطيفه قوي. انتما، سب انتما، ميديا ادفنتيشيا. انتما اثيروما، سب انتما ديبوزيشن للكونكتيف تيشو ليبيدز. ادفنتيشيا و ميديا وادفنتيشيا فايبروزس، ده مصيبه لان احنا الميديا مهمه قوي عندنا، دي سموز ماسلز بتاعت الارتري، فلما يلوز الاستيسيتي هو ده اللي هيعمل لك بعد كده انيوريزم يدايليت. طيب ونفس الفكره لما حصل كونتيوجن زمان في الميديا دي في السموز ماسل زمان تعمل مع الوقت ممكن انيوريزم. السايت بتاعنا، السايت اشهر اماكن تافكت بي افكتد باثر، ده حاجه سيستميك بالاثروسكليروزس، اماكن البايفوركيشنز واوريجن لارج ارتريز اشهرهم رينال ارتري. عايز ادردش وحسوك شويه هنا عشان اساتذتكم. اشمعنا الاماكن دي؟ هقول ومش اقف عندها كتير، وانت ما تقفش عندها كتير. في الصفحه الفاضيه اذا اتسالت شافوه اشمعنى؟ قول له عشان تروما باي بلاد فلو. التروما باي بلاد فلو ده من الايتيولوجي وبريدسبوزيشن سيستميك، لكن التروما ليها دور رئيسي في السب انتيمال ديبوزيشن اوف كونكتيف تيشو وليبت. ففي اماكن البايفوركيشنز اماكن تروما عنيفه، في اماكن اوريجن لارج ارتريز اماكن تروما عنيفه. اما الارتري اللي ماشي عادي دون بروتكتد من التروما، ما في طبعا ما في بلسيشنز وعنده، لكن ما يبقاش في افكتد ماركتلي بالاثروسكليروز. ادي مثالين. الابر ليمب يو نيفر تلاقي واحد عنده ابر ليمب اسكيميا بسبب اثروسكليروزس. يا دكتور علي شكلك انت ما حضرتش معانا كلينيكال بطنه لما قالوا في البلس بتاعت الريديال بلس كومنت على 32 حاجه منهم الوول بتاع الارتري يبقى اثروسكليروتيك. ايوه يا ابني، ما انا قلنا دي حاجه سيستميك، لكن ما توصلش الاثروسكليروز لدرجه انها تقفل الارتري يعمل اسكيميا. اتمنى تكون واضحه. احنا قلنا من في اول الشابتر ده في المحاضره اللي فاتت ان مش اي نارونج يساوي اسكيميا، لازم يافكت فانكشن او نيوتريشن. فما فيش ابر ليمب يتقفل عنده الارتري لدرجه انه يعمل اسكيميا. افكتد، ايوه اثروسكليروتيك، ايوه بقى محسوس كورد لايك، لكن ما يعملش كده. مثال تاني يهمني قوي قوي يا اولاد، عارفين البروفاندا عشان مكتوب كده ايه؟ الابر ليمب نوت افكتد باي اثروسكليروز. اتمنى تبقى فهمت الجمله دي، مش مكتوب عندك،
لكن تبقى فهمتها لما تقراها او حد يقولها. لا افكتد يا فندم بس ما يوصلش الاسكيميا، فده معنى نوت افكتد. بقى نفس القصه البروفاندا فيموريز ارتر نوت افكتد باي اثيروسكليروسس. بالمناسبه ليه الابر لمب؟ لا لان السبكليفيان سايد برانش لو هيبقى افكتد الاوريجين بتاعه، انا زمان قلت لك ان الكولاتر السبكليفيان عاليه جدا فمش قلقانين من حاجه، لكن هو نفسه الفلو في الابر لمب مش بقوه اللور لمب، حتى البلاد بريشر في اللور لمب اعلى منه في الابر لمب. طيب اثنين الكورونرز ده فيها تروما، ان الكاردياك كونتراكشنز قاعده تخبط في الارتريز باستمرار، هي دي بتساعد على زي الكورونرز رقم واحد عندنا في الافكشن بالاثيروسكليروسس. اللي عايز اقف عنده ويهمني انا كجراح البروفاندا فيموس، فاكرين فيمورال ارتري طالع منه بروفاندا اللي بنسميه الديب فيمورال والسوبرفيشال فيمورال، كومن فيمور اسم الديب فيمورال سوبرفيشال فيمورال، الديب ده اسمه بروفاندا فيموس، ده بيمشي سايد برانش ويخش ديب في الماسلز بروتكتد من التروما. ما انا قلت لك ما تحاسبكش قوي بقى خلاص، يعني خدها اعرفها مني كده وانا مش هحاسبك فيها كتير. البروفاندا فيموريز نوت افكتد باي اثيروسكليروسس. يعني ايه؟ يعني زي الابر لمب لما طلعوا عليه برضه كورد لايك بس ما يتقفلش. فتعالوا معانا كده نفهم القصه دي. ادي كومن فيمورال، كم ده كله في الصفحه الفاضيه يهمني. وادي سوبرفيشال، هذا البروفاندا فيموريز نوت افكتد، عارف الاوريجن بتاعه؟ يتقفل بالكامل. لكن هو نفسه كارتي كويس. طب كويس استفدنا منه؟ لا استفدنا يا استاذ، انت ناسي اولى وثانيه لما خدت زمان انا دور لمب الانستيموزس بتاعت البروفاندا كروشيت انستيموزس انستيموزس اراوند انتيوس بيرك سباين انتيوس بيرك سباين، كل ده البروفاندا دون مشارك فيه، مشارك فيه مع كميه كونكشنز رهيبه مع فوق، عشان كده اتقفل الاورجن. لكن يعرف يوصل دم للثاي، يوصل دم لمين؟ للثاي. لذلك اكتب في الصفحه الفاضيه الثاي لا يموت. لو انا عملت شركه انتاج سينمائي ناوي من انتاجاتي ان انا اعمل افلام منها هالشتد لا يموت ده في البريست والثاي لا يموت هنا، لكن مش هتبقى ده بتاعت انتاجي، ده انتاجي هتسمعه في الفيس هناك لما نروح ان شاء الله، وده هنبدا يبقى كوره اذا لقيت وقت ان انا اعمل شركه الانتاج بتاعتي او الاخراج بتاعتي، وهناك هبقول لك الاسم المقترح ليها مش هقوله هنا عشان تشويق. فيبقى الثاي لا يموت. وعشان كده تفهم الاتي، ركز قوي، انا الكلام ده كله في الصفحه الفاضيه. ادي سوبرفيشال فيمورال، ادي بقينا بروفاندا، ادي انتير بوستيرو تيبيال. دول لو واحد عنده جنجرين لور ليم حسيت البوبليتيا لقيته بوزيتيف اعمل له امبيوتيشن ايه؟ بيلوني يا دكتور علي، بيلوني، لان البوبليتيا هيغذي الحته اللي بيلوني ستامب دي، كتر خيرك. طب لقيت البوبليتيال مش محسوس ولقيت الفيمورال محسوس، تعمل له يا فندم اباف ني، مش ممكن اسيب هنا؟ اعمل اباف ني، تمام، امبيوتيشن، كتر خيرك. لقيت الفيمورال مش محسوس، يعني الاوبستراكشن فوق اكسترنال ايليك او كومن ايليك، تعمل له امبيوتيشن فين؟ ديس ارتكيوليشن هيب. لا ده الفيمورال على الناحيتين مش محسوس، يعني الاوبستراكشن اورطه، تعمل له امبيوتيشن فين؟ تاخده سيف يد في نص وسطه؟ لا يا حبيبي، تعمل له برضه اباف ني. ليه اباف ني؟ اعلى مفخلنا اباف ني، لان البروفاندا ما بيتقفلش، الثاي لا يموت. ولذلك لما تقول لي بقى كده سؤال بكل بساطه، فين ليفل امبيوتيشن في عن كرونيك اسكيميا؟ اقول لك حس البوبليتيال بالس، حسيته بيلوني، ما حسيتوش اباف ني. صحيح لكل قاعده شواذ، لكل شواذ قاعده، لكن ولا ربنا يكفيكم شر القاعده والشواذ، انما عايز اقول لحبايبي احيانا اضطرينا يكون عيان بقى ارترس ضايعه خالص، وصلنا في الاخر ديس ارتكيوليشن هيب، انما ده حاجه نادره جدا جدا. انت دورك تحس بوبليتيال تحتيه، حسيته يبقى تعمل بيلوني، ما حسيتوش يبقى اباف ني، من غير ما تقول لي بقى احس فيمورال اعمل دوبلكس على اكسترنال ايليك او احس الناحيه الثانيه، مش محتاجين الكلام ده. يبقى ده باختصار السايت اسيد بتاعنا عند البايفوركيشن اورجن لارج ارتريز. الرينال ارتري خطير قوي، ما الاورجن بتاعه بيتقفل بس مفيش كولاترس تغطيه، زي الفكره بتاعتنا بتاعت الساب كليفيان. الديستريبيوشن ارسم ريسك فاكتورز، مش هقولها ده كلام بطنه، هايبرتنشن، دايبس، هايبرلابيديميا، سيجاريت سموكينج، ستريس فور، مش هقولها كلام في البطن، حافظوا احسن مني. الديستريبيوشن ارسم الرسمه الرهيبه دي،
رسمة أنا أول واحد يرسمها في تاريخ الكلية وأظن في مصر كلها، أظن في المجموعة الشمسية. هنبدأ بهنا أهي، كورونرز، سيريبرال، لور ليمب، أطلع الأبدومين، نسيت أرسم الأبر ليمب في الحيان، ماشي. الأبدومين فيها ثلاثة، السيليك وميزنتريك ورينا، لكن ما تنساش الرينا رقم واحد، مش هم ترتبهم صح قوي. وبعدين أبر ليمب آخر حاجة زي ما قلت لك أفكتد، لكن ما تعملش إسكيميا. إيه اللي كومبليكيشنز أثروسكيروزيس؟ ممكن يجي سؤال نظري ما جاش قبل كده، لكن يجي واحد يا ابني أثروسكيروزيس إيه الكومبليكيشن؟ أول حاجة فندم كرونيك إسكيميا، اتنين أكيوت إسكيميا، قلنا بقى أكيوت ثرومبوزيس أون توب أثروسكيروز أثيروما وتعمل إمبوليزم، تلاتة أنيوريزما الفورميشن، أشهر سبب للأنيوريزما هو أثروسكيروزيس. إيه الكلينيكال بيكتشر؟ آسف يا أولاد آسف، سبق شرحها في المحاضرة اللي فاتت في الستة بيس كتف ثلاثة، ومش مكتوبة عندك كده، وأنا أتمنى اكتبها كده في الصفحة الفاضية، ظبطها ستة بيس كتف ثلاثة. لكن في كلمتين ما شرحتهمش نسيتهم هناك، الريست بين، لا آسف، السايت بتاع الانترميتنت كلوديكيشن. زمان قلنا لو فاكرين إن الجنجرين بيبقى ديستال للأوبستراكشن، نفس القصة، اللي لما يكون ارتري مقفول المصل تحس باسكيميا اللي قدامه بالظبط، لا ما الفيريس الناس ده كده يبقى ديستال له. انا كاتب لك جمله بيقول لك وان جوينت ديستال الاوبستراكشن، جمله من عندي ومشهوره عندنا لكن مش في كتاب الاسم. يعني من الاخر لما اورطا يتقفل ايه اول حاجه بعديه؟ ساكرو ايليك جوينت، يبقى الجلوتيال ريجو. طبعا جلوتيال وانت نازل، مش جلوتيال بس، وانت نازل. طيب لما يتقفل اكسترنال ايليك تحتينا اهو، ايه اول جوينت عندي؟ هيب جوينت، يبقى الثاي، ثاي وانت نازل. طب لما يتقفل فيمورال يبقى انزل تحتيه على طول، ني جوينت، يبقى فين؟ كاف وانت نازل، سوبرفيشال فيمورال، يبقى الكاف مصل وانت نازل. طب لما يتقفل بوبليتيال يبقى تعمل فين؟ بوبليتيال يقفل يبقى سول وانت نازل. عايز اقول السايت مهم جدا جدا جدا، تقدر من السايت تعرف مكان الابستراكشن بتاع الارتري. تسمح ترسم معايا الرسمه دي لو سمحت؟ ادي اورطة، كومن ايليك، كومن ايليك، انترنال، اكسترنال. انا عايزك تزهق من الرسمه دي، تبقى محفوظه عندك، بروفاندا، سوبرفيشال فيمورال، بوبليتيال، انتيوبوسير تيبيال. لما يحصل في الاثروسكيروزيس يا اولاد ما تبقاش نقطه زي الامبوليزم، تبقى سيجمنت. فاحنا عندنا انواع البلوك ايه في الاثروسكيروزيس، الحته دي اسمه ايه؟ الحته دي اسمها اورتو ايلياك ديزيز، ودي تعمل كروديكيشن فين؟ في الباتوكس. انزل بقى الاول جوينت بعديها بقت باتوكس. طب يا اما تقفل دي اكسترنال ايلياك مع كومن فيمورال، اسمها ايه دي؟ اسمها ايليو فيمورال ديزيز. تعمل كروديكيشن فين؟ انزل اول جوينت هيب جوينت ثاي. طيب يا اما دي سوبرفيشال فيمورال مع بوبليتيال، اسمها فيمرو بوبليتيال بلوك. اول جوينت بعديها مين؟ ني، يبقى تعمل في الكاف ماسلز، خد بالك ماسلز. طيب يا اما الليفل ده ما تحت الني بيلوني بلوك، ودون في الاثروسكليروزيس ما يحصلش لوحده، يعني الاثرو دايما لارج وميديوم سايز ذا ارتريز، سمول ارتريز افكتد ممكن تقفل بس لازم يكون اللي فوق اكتر. انما مين يختار دي سبيسيفيك في دي الارترايتس عموما واشهرهم وعميد المجموعه البرجر ديزيز، هو اللي يخبط دول سبيسيفيك، انما الاثرو يخبط كل دول. ان مين بلوك يبقى دايما بروكسيمال شويه. اسمه ايه بقى البلوك اللي من تحت؟ اسمه تيبيو بيرونيال بلوك، وده يعمل بين فين؟ في السول. ما تقول لي الفوت، ليه قلت السول؟ لا يا حبيبي يبقى انت مش فاهم ولا كلمه. مين اللي بيشرح لك جراحه؟ ده انا. لا يبقى انت مش حاجه، انت مش ذنب عليك، غلط على شرح لك. انا لسه بقول لك انترميتنت كروديكيشن تحصل ماسل بين، دي ماسل اسكيميا، وانا دورسن فوت ما عنديش ماسل، ده تندونز، عشان يحصل في السول في مكان اللي فيه ماسلز. يبقى ده السايت اوف انترميتنت كروديكيشن، وده تشخيص الليفل بتاعنا في الاثروسكليروزيس، اما حاجه اسمها اورتو ايلياك ديزيز يا ايليو فيمورال يا فيمورال بليت، يا اما تيبيو بيرونيال. والتيبيو بيرونيال لوحده مش هتقابله غير في الارترايتس، سمول ارتريز و
بيلوني، وتلاقي عنده بوبليتيا المحسوس زي الفل، لكن ما تلاقيش في اثروسكيروزس بوبليتيا المحسوس اذا وصلنا طبعا لحالات جنجرين او حالات سيفير اسكيميا. طب يا حبايب، تاني نقطه في الكلينيكال بيكتشر كنت عايز اقولها لك، في مستطيل شفويات يهمني او احب اقول لك عليه. اول نقطه فيه انا قلت لك قبل كده منين جت كلمه انترميتنت كرونيكيشن. في نقطه بقى مهمه، وان ريست بين الطبيعي ان انا بمشي الاول في انترميتنت كرونيكيشن وبعدين اوصل لريست بين. كلامك صح. لا، طب نفترض راجل بيد ريدن نايم في السرير ما بتحركش، صح يبقى فيرست بريزنتيشن هو انترميتنت ريست بين. فده سؤال شافه، هل ممكن يا ابني ريست بين يا فيرست بريزنتيشن يا فندم في واحد بيد ريدن؟ ثلاثه، برغم ان الاثيروسكيروز سيستميك ديزيز كل حته واخد الاثنين لور ليمب، لكن دايما تلاقي ناحيه مور افكتد عن الثانيه. العين هيشتكي بالناحيه المور افكتد والثانيه مش هيشتكي. هو بيمشي عن 70 متر قال لك اه يا رجلي. قلت له طيب رجلك؟ قال رجلك رجل مين؟ قال له الشمال. قال لا زي الفل. لا الشمال اكزامين كلاسيك اسكيميا 6 بيسكت في 3، بس دي كانت هتقف عن 90 متر. فال 70 وقفتها الاول. لا ده هو مش قال اه يا قلبي. قلنا له رجليك؟ قال لا رجلي زي الفل. قلنا له لا يا حاج رجلك اسكيميا برضه، بس قلبك وقفك قبل رجلك، رجلك وقفتك قبل قلبك. عشان كده فاكرين حاجه اسمها الوريش سندروم. الوريش سندروم ده مقفول اورتو ايليك، الطبيعي اسكيميا عن ناحيتين. لا، لان غالبا بيشتكي بناحيه واحده، رغم ان القفله من فوق على الناحيتين، الناحيه المور افكت كولاترالز بتاعتها اسوء شويه من الناحيه الثانيه، مفيش باثولوجي سيمتريكال يا اولاد، لكن يصح يكون ناحيتين ممكن، لكن مش ده اليوجوال. حتى الريش نفسه مكتوب له مستطيل عندك ده تراياد من اسكيميا يا ناحيه الناحيتين، وابسنت فيونر بالس على الناحيتين، وامبوتنس عند العيان. النقطه اللي بعد كده عايز اقول ان الكلينيكال بيكتشر خلصناها. الستيجنج اوف اسكيميا سهله بقى، يا اسيمبتوماتيك يا بس انترميتنت كرونيكيشن، يا وصلنا لسيفير اسكيميا. همليك بعد شويه بقى تجميعه السيفير اسكيميا اللي انا قلتها زمان في الكلينيكال بيكتشر، انا نجمعها بعد شويه صغيرين باذن الله في الانفستيجيشنز. نفضل نقطه في الانفستيجيشن نخلصها بالمره. السيفير اسكيميا ايه دي؟ ريست بين. خلاص اذا وصلنا النقطه اللي بعد كده الريست بين يبقى اسيمبتوماتيك انترميتنت كرونيكيشن، لا ريست بين، واخيرا ألسريشن وجنجرين. ولا شك ان ريست بين ألسريشن جنجرين دول سيفير اسكيميا مع بقيه حاجات السيفير اسكيميا. ديفرنشال دايجنوزيس مهم قوي قوي، افرق اثيروسكليروزس من البرجر ديزيز. فاكرينه البرجر اللي هو في الواقع اقدر اشيل كلمه برجر واحط كلمه ارترايتس، بس لو اذا قلت ارترايتس في حاجات في الجدول هنا سبيسيفيك للبرجر، سبيسيفيك له. تصوروا يا اولاد بقالي بشرح بقالي تلت ساعه مع موريش جوه نسكافيه. الحمد لله الحمد لله. يلا يا حبايبي، حتى البنطلون محتاج ارفعه. ركزوا معايا، الاثروز راجل سن كبير طبعا واكتر في الرجاله، البرجر 20 40 سنه وبس في الرجاله. الاثرو السموكنج ريسك فاكتور، لكن هناك في البرجر السموك بس هو، ولازم يكون هيفي سموكر. البرجر بيأفكت لارج وميديوم سايز، ده ياخد سمول ارتريز يعني انفرا بوبليتيال مينلي. البرجر الانترميتنت كرونيكيشن كاف او ثاي، اما البرجر انترميتنت كرونيكيشن في السول. اهم فرق بوبليتيال بالس في الاثرو ابسنت، في البرجر موجود بوبليتيال بالس. الحقيقه يا اولاد اكتب في الصفحه الفاضيه كلام قديم، وانا مش ما فتحتش ريفرنسز بتاعت فاسكولر، لكن اساتذتكم زي حالاتي جراحة عامه عارفينه وكانوا بيسالوا في زمان. البرجر هتشوف كتير حتى في عينك الكرونيك برجر بوبليتيال ابسنت. فكان يقولوا في البرجر نوعين، ديستال تايب برجر وبروكسمال تايب برجر. بروكسمال تايب برضو واخد مينلي السمول ارتريز، لكن بوبليتيال ابسنت فيه، وهتلاقي الانترميتنت كرونيكيشن في الكاف في العينين دول. يبقى في عند ديستال برجر وبروكسمال. لما اعمل انجيوغرافي هيبان الفرق. عايز اقول كلمه قبل ما انسى دي، الباثولوجي بتاع الاثروسكلروز خدناه، انت ما صب انت ما ميديا. البرجر لا، ده نيورو فاسكولار باندل نفسه انفليمد، يعني بيقفل الارتري والفايبروزيا يغلس على النيرف. عشان كده اذا اتسالت شفوي ليه البرجر ريست بين ايرلي،
عشان النيرف افكتد معانا في النيورو فاسكولار بندل. وبفكرك زمان قوي ان الريست بين ده نيرف اسكيميا الميكانيزم بتاعه. ده كان الاول حاجة في الديدي واهم حاجة في الديدي. هنوصل للتريتمنت اقول كلام يهمنا بس ده اهم كلام. طيب تاني حاجة بقية اسباب كرونيك بين في اللور ليمب ايه هم؟ اكتبهم في الصفحة الفاضية. رقم واحد وأمهم كرونيك اسكيميا، رقم اثنين فاريكوز فينز وهنجيلها في الكاركترز بتاعتها، رقم ثلاثة فلات فوت وده يعمل تنشن بين يزيد مع الوقوف، عشان كده فلات فوت ما يدخلوش الجيش، كان زمان بيخش دلوقتي لكن ما يخشش لشك كظابط او كحد يتعين في الجيش او في الشرطة عشان طوابير فترات طويلة جدا ما يستحملهاش. أربعة بريفرانيورايتس ودي جلوف اند ستوك بين وبيحصل في ناس الديابيتكس. رقم خمسة سياتيكا، سياتيكا مهمة وفي الجدول فوق انا نسيت اتكلم عنها اسمها سودو كلوديكيشن، ركزوا قوي معايا. السياتيكا هيستوري لخبط جدا مع اسكيميا، بين في الثاي لما امشي احس اي، لما اقف ما يروحش عشان لامبر لوردوزيس لازم اقعد، لما اقعد يروح. لكن انا احكي لك قصة كلاسيك اسكيميا، يا دكتور لما بمشي عضلات رجلي بتقفش عليا، لما اقعد شويه استريح او ممشي تاني، عشان كده تسمى السياتيكا سودو كلوديكيشن وياما لخبطت ناس. عايز اقول كلمه بقى وانا بتكلم في اسباب ديدي كرونيك بين لور ليم، ارجوك عشان خاطري اي عيان يجي لك يقول لك اي رجلي حس البلس، قلنا الكلام الحضره اللي فاتت بقولها لك دلوقتي، عيني جاله في جولي في عيادتي كتير وانا مش عارف اسكت كتير ودخل على جانجرين وفي اجل عن كان جانجرين بيلوني وبيتعالج بقاله سنتين عند حد من روماتويد ارثرايتس او خشونه في الركبه او اي هبل. فعشان خاطر يا حبايبي نحس البلس ارجوكم. فاي حد بيقول لقيت شفت فاريكوز فينز برضه حس البلس ما حسيتوش اعمل دوبلكس، يعني ما تهزرش في الحكايه دي ارجوك. مهم قوي نحس البلس في كل العينين دول، حتى لو بقى قدامك سبب واضع عندك فلات فوت لازم تو اكسكلود. وبالتالي لما يجي لك حاله اسكيميا في الكلينيكال هقول لك لازم تبص على بقيه الحاجات، تقول له بصيت على فلات فوت بصيت على فاريكوز فينز، عشان دي حاجات اللي يكون هو راجع منها، هو عنده اسكيميا بس في الوجع من حاجه تانية، هو انت مش خاص سيفير مش سيفير ولا حاجه، ده البين اللي عنده مش من الاسكيميا، البين اللي عنده اللي مزعله اللي مضايقه من الفاريكوز فينز مثلا. الانفستيجيشنز لاب انفستيجيشن مش محتاج اقولها لك، كلام انشا موجود هناك ده بتاع اثروسكليروزس طبيعي في البطن بقى، يبقى اشوف بقى فور دايبيتس، اشوف يوريا كرياتينين مهمه قوي رينال فانكشنز، عشان لسه بقول لك رينال ارتريز فيري كومنلي افكتد، هايبر اشوف بقى كوليسترول ليبيدز في الدم، انيميا مهمه. ليه انيميا مهمه؟ قلناها في المحاضره اللي فاتت يا واد، جنرال كونديشن مهمه، يصح لما اصلح الانيميا بس اقدر انقله من سيفير اسكيميا المودريت، ودي نقله جباره هتعرفها في التريتمنت حالا دلوقتي. طب ده اللاب، امال الراديولوجيكال؟ الدوبلكس، والدوبلكس ده سونار، وزي ما قلت لك غني للسونار سهل، يعني غني ايه كلمات الاغنيه؟ قلناها قبل كده ولا يمكن تكون عمر تسمع محاضره ديا، وايكونوميك وافيلابل واكيوريت وسيف. اما تلحين الاغنيه فانا قلت مش هقوله، متلحنه، يبقى السونار ايكونوميك افيلابل واكيوريت وسيف. هنخسر ايه؟ اعمل له دوبلكس، اسهل قرار. ضريت شايف في الدوبلكس بيقول لك هو جمله توريك تو ماب اوت الارتيريال تري، يعني وانا بعمل دوبلكس كده على الرايت لور ليمب تقول بالمره يا دكتور ما تعمل الليفت، قال اهو ممكن لو سمحت الاكزيلري، ممكن سب كليفيان يقول لك اهو، ممكن كاروتد، يعني سهله مع ما عنديش مشاكل، ده تو ماب اوت سهل. اتنين يقدر الدوبلكس يقيسلي البلاد بريشر والبلس مش محسوس، يعني واحد عنده اسكيميا عنيفه جدا لور ليمب السيستوليك بريشر بتاعه بقى 70، لما حس البلس مش حاسه، لكن كان في كولاترز موصله لنا وفي في في سيستوليك بريشر، او ما احط الدوبلكس هنا او الدوبلر احطه هنا، وهتعرف فرق بين الاثنين لما نروح هناك في الفينس سيستم. الدوبلر يا ولادي يسمع صوت بس، اما الدوبلكس يسمع ويشوف، يسمع ويشوف، لا مش وقت الاغاني، يبقى اسمع احط وحاطط سماعه في ودني زي السماعه بس ده فرق دوبلر، وابتدي بجهاز الضغط بتاعي وانزل بلاد بريشر عند ال 70 هسمع، يبقى اقول سيستوليك 70
اقدر اقيس بريشر وانا مش حاسس. ثلاثة اقدر اقيس حاجة اسمها انكل بريكيال اندكس. ايه بقى ديا؟ انا هقيس البلاد بريشر في البريكيال ارتري، خلاص ده سهل. اقيس البلاد بريشر عند البوستيريور تيبيال ارتري عند الانكل تحت واسجله، واحط البريشر بتاع الانكل فوق والبريشر بتاع البريكيال تحت. الطبيعي اكتر من واحد، لان البلاد بريشر في اللور ليمب اعلى من الابر ليمب. لو لغايه واحد مش اسكيميا، اذا وصل ل 0.9 او اقل ده اسكيميا، اذا نزل ل 0.7 بقينا سيفير اسكيميا، لو نزل ل 0.3 انا امبيندنج جانجرين. طب ما زي بعضه، هقطع شرحي، روح بقى في الصفحه الفاضيه واكتب لي ايه الكرايتيريا سيفير اسكيميا. انترميتنت كرونيكيشن اقل من 50 متر، او رقم 2 ريست بين، 3 بيرجر انجل قلت عن 20 ديجري. انا قلت لك زمان بيرجر انجل كل ما تقل يبقى انا مور سيفير، لو قلت عن 20 انا سيفير اسكيميا. 4 فيكسد كلر تشينجز. 5 السرز، دي سيفير اسكيميا على طول. 6 انكل بريكيال اندكس اقل من 0.7. الدوبلر والدوبلكس لهم ميزه اخرانيه مهمه قوي. انا عملت باي باس وعايز اطمن الدم ماشي بعد عمليتي، يا دكتور ما تحس البلس؟ لا، يصح يكون الإديمة بوست أوبرتيف مش عارف أحس كويس، فدول يسمعوني أشوف أتأكد إن الباي باس بتاعتي شغالة كويس أو لأ، أو الجرافت اتقفلت بقت مصيبة نحتاج نفتحه تاني وضروري وبسرعة زي ما هتسمع مني، لأن لو الباي باس فشل بنرسى على أمبيوتيشن في كثير من الأحيان، فمحتاج في الإيرلي بوست أوبرتيف أتابع الجرافت بتاعتي أخبارها إيه، مفتوحة بيتنت، يساعدني في كده الدوبلر والدوبلكس. يبقى في الانفستيجيشنز لاب خدنا دوبلر ودوبلكس، خدنا انكل بريكيال اندكس، الانجيوغرافي. اللي هقوله الكلام الجاي ده قل قوي قوي، بس انا مضطر اقوله. ايه انواع الانجيوغرافي؟ انا مش هشرح بالترتيب مكتوب عندك، لان بيقول لك الانديكيشن لما تكون خدت قرار الجراحه، هقول لك ليه، بس انا اشرح لك الانجيوغرافي ازاي. اللي هقول ده اسمه conventional angiography، الانجيو التقليدي اللي فتحنا عنينا عليه. اول حاجة ان اخش عيان جاني اسكيميا ليفت لور ليمب، احس الفيمورال، اذا حسيته هخش بابرتي في الفيمورال واحقن ضاي واصور كده. اسمه ايه ده؟ اسمه دايركت ترانسفيمورال انجيوغرافي، بتكنيك اسمه سيلدينجر تكنيك، انا شارحه لك بالتفصيل في كتاب الراديولوجي بتاعنا ومش عايزك تقراه. طيب وراسمه لك. لا ده انا لما جيت يا دكتور علي احس الفيمورال في الناحيه دي ما حسيتوش، قلت اما احس في الناحيه التانيه حسيته، هروح اعمل ايه؟ هخش بالابره من الناحيه التانيه وادكك الكانيولا لغايه الاورطه فوق واحقن في الاورطه فوق، ريتروجريد ترانسفيمورال اورتوجرافي، والضاي تنزل على الناحيتين، تصور لي دي وتصور دي، ما خسرناش حاجه، نفقصها سيستميك. لا يبقى دي رقم 2 او 1 في انواع الاورتوجرافي اللي عندك. لا يا دكتور علي ده جيت احس فيمورال الناحيه الثانيه ما حسيتوش، قلت لي ما انت بتتكلم غلط، قلت لي اسكيميا ليفت لور ليمب والناحيتين مش محسوسين، قول لي ناحيتين بايلاتر. لا يا استاذ ما لسه شارح لك، الاثنين مقفولين بس شكوة العيان من الليفت اساسا. فاكتشفت كده عايز اعمل له اورتوجرافي، اخش ترانس لامبر، دايركت ترانس لامبر. خدتوا بالكم وانت سامعها كده رجعت في كلامي، لازم تخش من ناحية الشمال، ابره نخش في ظهر العيان مباشره، ابره نخش في الاورطه ونحقن داي. ليه من الشمال؟ لان على يمين الاورطه في انفير فينا كيف. طيب طريقة أخرانية، أخش في البريكيال أرتري وأدكك القسطرة، بريكيال أكزيلاري سبكليفيان أورتك أرش، أنزل في الأورتك أرش لغاية ما أبقى فوق هنا عند الدايفراج واحقن ترانس بريكيال أورتوجرافي. إيه عيوب الحاجات دي؟ عيوبها الآتي: أولا أنافيلاكسيز من الضاي، فلازم نحقن سنتي ونجرب، لكن برضو ريسك موجود.
وجاهزين بستيرويدز وجاهزين بانتي هيستامينكس لازم. اتنين، وانت انت داخل في ارتريز بفكرك ان هيلثي حتى الحاس في البلس، وانت بتزق زقت اثيروما فعملت لها امبولايزيشن، وانت بتزق الارتري المكان البانكتشر بتاعك وسع سنه مش عارف يريكويل ويقفل، ما هو ديزيز دي يحصل هامورج وهيماتوما وتدوس على الارتري واكيوت اسكيمي. انا شفت ده، شفت كتير انت تعمل انجيو وضرعت على الحوادث عشان خاطر نعمل ننقذها من اكيوت اسكيمي رجلها تضيع. لا ممكن وانت رحت معور الانتي ما حصل ديسكشن ديسكتنج انيوريزم بسببك، فيبقى ليها بلاوي الانجيوغرافي. وعشان كده حبايبي الكونفنشنال، وعشان كده يا اولاد ما ينفعش عيان عنده اسكيميا، راجل بيلعب كوره ولطيف لكن اغلب لاعبتنا انتوا عارفين عندهم كرونيك اسكيميا تلاحظها واضحه قوي قوي، انترميتنت كلوديكيشن بتحصل له على بعد 40 50 متر بالكثير، تلاقيه بيجري مره واحده راح وكره قدامه وهو حق جون راح واقف. ما تزعلوش منهم اصحاب مرض، ده انترميتنت كلوديكيشن يا حبايبي ربنا يشفيهم. وعندهم حاجه ثانيه بقول لكم بعدين لما نروح، عندهم هيوج يونيلاترال هيرنيا، يعني عايز يشوط الكوره كده مش عارف يشوطها فبيشوطها كده دايما، يعني زي بعضه. ولاعيبتنا وربنا يوفقهم. عايز اقول ودي بقى لعيب من دول فقابلني قلت لي قلت له ايه رايك تحب اوريك كده ارتيريا تري بتاعتك تتفرج عليه؟ قال ماشي كتر خيرك. قلت له تعالى دايركت ترانس فيمورال تك، عمل ديسلوجمنت لثرومبس امبولايزيشن اكيوت اسكيميا، جينا بسرعه على الحوادث ان نشيلها له ما فلحشناش اتاخرنا امبيوتيشن اباف ني. يقول لي منك لله، الله ينتقم منك، ما انا كنت بلعب هو كويس دلوقتي بيبيع بوريك وسندوتشات في المدرجات بعد كده لعيب مشهور. يبقى انا هعملها امتى؟ لو هو كان سيفير اسكيميا داخل على جنجرين فانا هعمل له عمليه، فمضطر للعمليه اقول له هعمل لك انجيو. طب لما عملت له انجيو كومبليكيتد ورسي على المصيبه دي فجه زعلان اقول له زعلان مني ليه؟ هو لو ما كناش عملنا لك انجيو عشان العمليه كان زمانك بتجري على رجليك؟ ما انت امبندنج جنجرين، عشان كده ما نعملش ده غير لواحد ناويين نعمل له عمليه، وما نعملش عمليه غير لواحد سيفير اسكيميا. فهمتوا بقى اللي انا حريص من زمان قوي اقول لك سيفير اسكيميا مودريت اسكيميا مايلد اسكيميا، ولو نقلته من 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 سيفير لمودريت دي نقله كبيره جدا. طبعا نقلته من عمليه لكونزرفاتيف تريتمنت. الحقيقه الكلام ده كله قبل ما اخد حته ثانيه في القديم ديجيتال سبتراكشن انجيو لتجنب كل ده حقنا الضيف الفين. ديجيتال هنا يعني كمبيوترايزد، سبتراكشن يعني حاجه بتطرح حاجه من حاجه سبستراكتد. انجيوغرافي لتجنب مصيبه الارتريوغرافي الدايركت عملوا اشعه مش اكوريت قوي وما خدتش شعبيه كبيره، نحقن في الفين وبعدين الفين دون الدم هيرجع الهارت وبعدين من الهارت لللنج من اللنج ليفت اتريوم للدم كله. احسب ديجيتال بقى تتحسب، انا عايز اصور لو سمحت لور ليمب، طب لما احقن دي عشان اوصل لور قدامك قد ايه على ما توصل؟ فبركب يعني على الجهاز واحقن له الضاي واظبط الجهاز انا عايز لور ليمب. بعد مثلا 17 18 ثانيه هو عارف ان ده احسن كونسنتريشن للضاي في اللور ليمب دلوقتي، يصور لور ليمب. طب ما هو لما صورها الضاي هتبقى فيري دايلوتد مش هتبان. كلامك صح، يروح عامل ايه؟ يروح الاول يصور من غير الضاي بون وسوفت تيشو وبعدين تيجي الضاي وبعد كده الجهاز يطرح البون سوفت تيشو من الصوره، فتلاقي جاي لك صوره عليها صوره الضاي بس هي اللي عليها، برضه مش اكوريت. انا ما اقدرش اخد بيها قرار يا اولاد عمليه، قرار عمليه. هو الانجيو بتاعنا ايه مزاياه؟ انا نسيت اقول الكلمه دي اتشرحت قبل كده لكن تبقى عارفها دلوقتي. مزاياه توريني السايد بتاع البلوك مش مهم قوي، ما انا كلينيك اللي هوصل له من شكل ارتيريال تري مش مهم قوي، ما انا عارف انه عن اثروسكيروتيك لكن يهمني قبل البلوك. ادي البلوك هنا اسمه ايليو فيمورال، اشوف قبليه مهم عشان خاطر لما اجي احط جرافت بتاعتي ابقى مطمن ان قبليه الدنيا كويسه، مش ده قافل وده كان قافل برضه بس مش باين قوي في الكلينيك، وانا احط الجرافت هنا مش هتنفع. واهم حاجه بقى اشوف في بيتن ديستال تري ولا لا، اسمها ديستال ران اوف، اشوف الديستال عشان لما احط الجرافت هنا وانزل تحت الاقي حته اوصل بيها. ف
فانا الحقيقه الديجيتال سبتراكشن صعب اخد عليها قرار جراحي. انا شفت بعينيا مره حاله وانا قعدت في الجراحه العامه 5 سنين كاملين وكان اسم من اروع ما يمكن وكان في حد باسكولر وانا كنت جراحه الاطفال فكان اسم فيه يعني في كل حاجه بنشتغلها. فاذكر حد كان بيعمل باي باس والانجيو موجود وفي ديستران اوف بيتنت وكويس لما فتح بيفتح عليه زي الزفت. ده مع مين؟ الدايركت انجيو الرائع داي كونسنتريتد. فعشان كده الديجيتال سبتراكشن ملوش بوبيلاريتي. لكن دلوقتي بقى اللي قلب الدنيا كلها علينا السي تي اي والام ار اي السي تي انجيوغرافي والام ار انجيوغرافي. دول مش انفيزيف نهائي. السي تي بيحتاج داي، الام ار حتى مش محتاج داي خالص. بيوريك تراي فيزيك بيكتشر رائعه تاخد عليها قراراتك وتاخد بيها عملياتك. اغلب جراحين الفاسكولار في مصر بيكتفوا بالسي تي اي والام ار اي وبياخدوا من القرارات. الحقيقه في لسه واحد او اتنين ما زالوا حريصين على كونفنشنال انجيوغرافي. بتبقى خبرات خاصه يا اولاد بالناس، كل واحد يبقى له خبره خاصه كده هو عدى بيها فبيعمل كده. لكن السي تي ام ار اي خلاص ريبليس دي كل اللي انا كنت بتكلم فيه ده من شويه. التريكت انا عامل لك الجوريزم حلو قوي 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 واتمنى انك تنزل عليه كل الحاجات اللي يعني عناوين التفاصيل اللي جايه كلها، لانه التريتمنت كرونيك اسكيميا مهم يبقى كله قدام عينيك. وبعدين بقى لما تقرا جوه في شويه ديتيلز خايبه تبقى عرفتها، لكن الصوره واضحه بالنسبه لك. التريتمنت اوف كرونيك اسكيميا، اعمل الالجوريزم ده، خليك معايا انت في صفحتك ما تتوهش مني، لان انا رايي تكتب عليه كل حاجه. التريتمنت يا اما كونزرفاتيف، يا اما ندي العيان بطه، يا اما جراح سيرجي. السيرجي يا اما دايركت ارتيريال سيرجري يا سيمباثيكتومي، وليها اسم تاني اندايركت ارتيريال سيرجري يا اما امبيوتيشن. الكونزرفاتيف نهوي على العيان، اعالج له الضغط، اعالج له السكر، اقول له بطل بقى، عالج لايبيديميا هايبر لايبيديميا بتاعتك، بطل السجاير. لكن اهم من كل ده يا حبايبي اقول له رجلك جوهره، اعمل حاجه. خد بالكوا ان ماينور انفكشن ماينور تروما ممكن تبدا قصه جنجرين، فاقول له خد بالك ارجوك اي انفكشن عالجه بسرعه. في الناس بتوع البرجر ديزيز كوميلي يكون عندهم تينيا انترديجيتاليز، مهم قوي حتى لو جالك حاله من حالات الكلينيك المهم قوي تبص على الانترديجيتال تينيا انفكشن، مهم قوي. قول له انت بتقص ضفرك خليك حريص ما تعورش صباعك، البس دايما جزمه كويسه ما تلبسش حاجه تتخبط بمسمار في الشارع. اقول له رجلك جوهره. اكتب الكلمه دي مهمه قوي. امتى اعمل كونزرفاتيف؟ عيان مايلد اور انفيت، هو سيفير كان محتاج عمليه لكن مش حملها خلاص، او حاجه اسمها نوت فيزيبل. يعني ايه نوت فيزيبل يا حبايبي؟ ركزوا جدا معايا. انا العيان بتاعي اهو، ادي اورتا كومن ايلياك، كومن ايلياك انترنال اكسترنال بروفاندا اوبليتيل، عنده بلوك هنا، عملت له انجيو اللي ما لقيتش ديستران اوف، كل التراك ده مقفول. هاخد بقى ده الجراف توصلها بايه؟ بالشراب؟ مفيش حاجه. اسمي العيان ده رغم انه سيفير اسميه نوت فيزبل فور سيرجي، حاجة نوت فيزبل، هنهوي عليك وفي يوم من الايام قد نصل لامبيوتيشن، ملناش حل تاني. يبقى اور نوت فيزبل. امال يعني ايه فيزبل؟ فيزبل يعني عنده جود ديستال ران اوف. بصوا يا حبايبي هقول كلام قديم لان اللي هيمتحنوكم مش شرط ناس بتوع فاسكولار. الكلام القديم كان يقول ان الناس بتوع الانفرا بوبليتيال بلوك دول ما عندهمش ديستال ران اوف، نوعية الديزيز بتاعهم واخد السمول ارترز كلها وضايع مننا. فكان يقولوا بقى يعني ايه نوت فيزيبل؟ يا اما ديستال اوبستراكشن يا بروكسيمال وذ نو ديستال ران اوف. مفيش حاجه اسمها ديستال وذ نو ديستال ران اوف، ما دام ديستال ما عندوش والكلام ده اتغير.
لا بيتعمل انفرابوبليتيال سيرجري دلوقتي، سواء دايركت سيرجري او البطه اللي هكلمك عنها. ايه بقى البطه دي؟ دي اختصار بيركوتينيوس ترانسليومينال انجيوبلاستي، ودي خد منها تلات اسهم، يا بالون وسعنا بس وطلعنا، وده خلاص قليل قوي دلوقتي لان بيحصل ريسونز بسرعه جدا، يا اما اوسع واحط ستنت. واظن في البطن في الكارديولوجي هيكلموك في الستنت احسن منها بكتير او انواعها، يا اما اخش بالليزر اكسر الاثيروما، اكسرها بليزر، وبرضه بعد ما اكسرها بالون واحط ستنت كله، يعني كله مع بعضه. امتى نعمل بطه يكون لوكالايزد ريجن؟ لوكالايز دي بقى فيها خناقه كبيره جدا، كل شويه بنتقدم زياده، لكن وصلنا اب تو ان سيجمنت 10 سنتي، 10 سنتي رقم كبير قوي، نعرف نعمل له بطه. طب يا ترى بطه مش لازم تكون انكمبليت اوبستراكشن؟ طبعا، عشان اخش فاشوف وادخل حاجه اسمها جايد واير في وسط الارتري وعلى الجايد واير بتاعي ابتدي انفخ البالونه، لا، نجحنا نعمل البطه في كومبليت اوبستراكشن. واذا اتسالتها السؤال ده، طب ما انت داخل في حته مقفوله ولا حاجه، بنخش بالجايد واير ونحقن ضاي. لو لقينا الجايد واير عدى الاوبستراكشن والضاي في الارتري بنزغرط في العمليات، تزغرط، فاذا الجايد واير عدى مظبوط خلاص انت شغال عليه، شغال على. طب لو ما عداش وخرم الارتري خرم، ما تقلقش، ده جايد واير رفيع جدا، اطلع تاني ما حصلش حاجه ويمكن تجرب مره تانية. يبقى البطه فيها تقدم جبار، مش عايز اقول لك دلوقتي الاساس في شغل الاسكيميا هو البطه، الا لو استثناءات اللي هتسمعها مني دلوقتي في الدايركت ارتيريال سيرجري. طيب التالت احتمال جراحه، امتى نعمل دايركت ارتيريال سيرجري؟ سيفير، لازم سيفير اسكيميا زائد مش اور فيت زائد فيزيبل، وعرفنا ايه فيزيبل، يعني بروكسيمال اوبستراكشن وذ جود ديستران اوف، وريسنتلي حتى الديستال ممكن لاقي له جود ديستران اوف. ايه انواع الدايركت ارتيريال سيرجري؟ ثلاثه، يا اما ثرومبو اند ارتريكتومي، يا باي باس، يا اذرز. ايه ثرومبو اند ارتريكتومي؟ اكتب بنقور الشريان، عارفين المحشي، نقور الشريان بس، ما اعرفش نقور دي بالقاف ولا بالهمزه، انا هتسالني الاسئله الخايبه دي روح مجمع اللغه العربيه، لكن نقور الشريان. هنخش يا حبايبي، ده شريان اهو، ادفنتيشيا ادفنتيشيا ميديا ميديا انت مقودي الاثيروم، نفتح الشريان ومعانا مقوار اسمه ثرومبو اند ارتريكت ميلوب، هنشيل الاثيروما بالانتما اللي لازقه عليها، خلاص بقى المنظر كده. طب ما دلوقتي والدم ماشي هيخش بين الانتما والميديا يعمل ديسكشن، لازم اخد غرزه بين الانتما والميديا ديستال، مش طبعا اكيد مش بروكسيمال، يبقى ايه ثرومبو اند ارتريكتومي؟ بشيل الانتما الثيك انتما بالاثيروما بالادفنتيشيا اللي عليه الانتما بالاثيروما، واقف على الميديا واخد ستيتشز بتوين ديستال انتما والميديا، ليه؟ عشان ما يحصلش ديسكشن، بالعقل كده، عشان اقور شريان، ما ينفعش اقور شريان كبير بس لارج ارتري ويكون لوكالايز سيجمنت. النهارده جوزك عايز يختبرك، فقال لك انا عايز اختبرك في المحشي، قام راح جاب لك كوسه رفيعه جدا وطويله جدا وقال لك قوري، ما قورهاش دي، اعملها لك طبيخ، اقطعها لك حتت، يا اما احطها لك لوحديها والرز جنبيها لوحده، تاخد معلقه رز مع معلقه كوسه، انما اقور لك دي مستحيل. عايزني بعمل لك محشي مظبوط، هات لي حاجه كبيره، محشي بتنجان رومي، بتنجان رومي التخين يا ولد حلو قوي، اقنع جوزك بالفكره دي، محشي بتنجان رومي رائع، ده لا يمكن يتخرم منك ابدا، لو طه حسين يا حبيبي الله يرحمه يعرف ايه يقور ده سهل، ف حاجه كبيره. انا النهارده عايز اقور شريان، ما ينفعش تقولي تعالى قور لي بقى بليتال ارتري، ما تقورش ده، او قور اورطة او قور اكسيريك بس يكون لونج سيجمنت، هتخرم مني قدام، فشورت سيجمنت لارج ارتري. من هنا يا حبايبي الثرومبو اند ارتريكتومي عمليا ما بقتش موجوده في الحياه،
ليه مش موجوده؟ ريبليسد بالبطه. ما هي البطه هي بتعمل كل الشغل ده، بتعمل شورت سيجمنت في لارج بقى وسمول ارتري او ميديوم سايز، ده في كله. يبقى عشان كده عمليا ثرومبو اند ارتريكتومي تقريبا دلوقتي محدش بيعملها. طيب امال ايه الباي باس جرافت؟ الباي باس جرافت ان انا لقيت عند العيان لونج سيجمنت في لارج او ميديوم سايز. اشهر مثال اليو فيمر بلوك، اشهر مثال لونج سيجمنت مش عارف اقوره اعمل ايه، اروح جايب جرافت موصلها بالكومن فيمورال للبوبليتيال، اسمه فيمورو بوبليتيال بلوك. طب لو كان من كومن ايلياك للفيمورال، اليو فيمورو بوبليتيال باي باس مش بلوك، فيمورو بوبليتيال باي باس. طب من كومن ايلياك للفيمورال، اليو فيمورال. طب من الاورطة للتو فيمورال، اورتو باي فيمورال باي باس. سهلة، اخد جرافت ووصلها. مش شروط بتاعتي، لازم يكون فيزيبول، يكون سيفير، يكون فيت فور سيرجري. باخد جرافت نوعها ايه؟ ما فوق الانجوينال ليجامنت، ما عنديش ناتشرال جرافت تنفعه، لازم حاجة سينسيتك، داكرون او تيفلون او حاجة بتتفي عليها. اللي بتتفي عليها بولي تترا فلورو ايثيلين، مكتوب مش بتتفي ولا حاجة. دي مادة محترمة قوي هنحتاجها في الهرنيا ريبير، بس اختصارها مكتوب كده بره، مش انا ممنوع اقول الالفاظ دي ابدا في موضوعات جراحة، لكن بره مسمينها بولي تترا فلورو، مختصرينها عندك بتتفي عليها. اما من عند الفيمورال وحنازلين، فاحسن حاجة في الدنيا اللونج سافنس فين. اللونج سافنس ناخده نحطه، برضو قد اضطر للسينسيتك. استخدمت في عند لونج سافنس مرة في قلبه، مرة التانية استخدمته وقفل، ما عنديش غير سيستميك غير سينسيتك، هنعمل ايه؟ لكن اللونج سافنس احسن حاجة. نعمله ازاي؟ هنخش نشيل اللونج سافنس بتاعنا مبروك من العيان. ادي اللونج سافنس، ادي الفلافل، هو مليان فالفز، ادي الفلافل. اروح قلبه ريفرزد، اخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان الدم اصله هيمشي ازاي، هو الفلافل بتاعته عامله كده. يا دكتور ما تركز شويه معانا. حاضر، انا مش مركز قوي معاكم. ادي الفلافل، فالدم ماشي كده. انا لما احطه دلوقتي الدم هيمشي كده، فاقلبه اخلي الحته دي كده، فبقت الفلافل معكوسه. بوصل دي في الفيمورال، دي في البوبليتيال. خدتوا بالكم المشكله؟ ان انا خدت الحته الضيقه وصلتها في الارتري الكبير، والحته الكبيره في الارتري الصغير. ده اسمه ريفيرزد، خدته وقلبته. العيب التاني انا فصلته خالص عن الجسم وحطه بقى جرافت، فالفاسكولاريتي بتاعته كده ضعفت شويه. طيب لما انا الارتري الكبير يلاقي حته ضيقه يخش دم قليل. الدم من 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 عجائب خلقته لا تحصى، ان ارتيريا ارتيريا كل ما نروح تضيق فتحتفظ بالفلو، انت ماشي في السرعه واحده. لكن دلوقتي انا لما كل ما هرجع هتوسع فالفلو يهدى، فيحصل ممكن ثرومبوزس عند الديستال اند. لكن الريفيرز رائعه بعد العيبين دول، حاولوا يتغلبوا على العيبين دول. فعملوا حاجه اسمها الانسايتو. ايه الانسايتو؟ ارسم معايا. ادي يا سيدي الفيمورال بروفاندا بوبليتيال، ادي اللونج سافنس اهو. هنيجي من فوق هنا نربطه، وناخد الاند اللي فوق دي نوصلها في الفيمورال، ونيجي من تحت هنا نربطه، وناخد الاند دي نوصلها في البوبليتيال. طب والفلافل يا جدو علي، ده الفلافل كانت عامله كده هتوقف الدم. اخترعوا اختراع اسمه فالف ستريبر. فالف ستريبر يخش يكسر الفلافل دي، ده اختراع، مش تعملش حاجه من دماغك ارجوك، لما مش سلكه الحوض، اختراع يكسر الفلافل دي. وكده اكبر ميزه فيه احتفظنا بيه في مكانه بقاش جرافت، والكبيره في الكبير والصغيره في الصغير. مبروك. لسه عيب تالت. ايه العيب ده؟ هنا هو ان هنا في تريبيوتريز،
فالدم وهو معدي انت عملت ايه بالفيستولا. عشان كده كان كلام انا قري زمان في الفاسكولر ان لازم يكون معاك اوبرتيف انجيو. انت بتربط التريبيوتريز كلها بتربطها، بس ايش ضمنك ان في تريبيوتري وراك مش باين ما تربطوش. فبعد ما توصل تصور انجيو تتاكد ان ما فيش ايه فيستولا. لكن زمايلنا في الفاسكولر لا، مش شرط خالص اوبرتيف انجيو، بيعملوها من غير اوبرتيف انجيو وبيربطوا الدنيا. وزمان كلام انا قريه معرفش مراجعته ايه عند بتوع الفاسكولر ان مع وجود الاوبرتيف انجيو في ريسك بفيستولا. ليه؟ لان صح يكون تريبيوتر رفيع جدا مش باين لك دلوقتي، فتحته مش باينه قوي دلوقتي، لكن مع الارتيريال بريشر توسع الفتحه دي وتظهر ايفي فيستولا. طب مين احسن، الانسايت ولا الاثنين سيم ريزلتس؟ يبقى انواع الجرافتات الدايركت ارتير سيرجري بتاعتنا الباي باس جرافتنج، يا سينثيتك يا اما ناتشرال وريفرزد او انسايتو. ايه بقى الاذرز دول؟ مش موجودين في كتاب الاسم، لكن زودهم لطاف جمال. حاجه اسمها اكسترا اناتوميكال باي باسز، واحد جيت اشتغلت عليه تحت فيمرو بوبليتال باي باس وقفل، ومره وخدت وقفل ومش عارف اعمل ايه، اقوم جايب له حاجه اكسترا اناتوميكال. مثال ادي اورطة كومن ايليك انترنال اكسترنال، انا متعمد اعيدها كتير عشان تحفظوا الكلام ده. بوبليتال اروح جاي الاورطة ناحيه الفيمورال هنا كان كويس، اروح جاي واخد له جرافت من الفيمورال هنا للفيمورال هنا، او لا ده واخد له من الاكزيلاري فوق للفيمورال ده. طبعا دول سينثيتك مفيش عن ناتشر تحلهم، وماشي بتاع دي تحت الجلد كده للفيمورال، هو ماشي دي سوبرا بيوبك مش في حجر البنطلون. تقول لي يا دكتور اقول لك احنا بننقذ رجلي يا فندم، لازم نعمل اقصى ما عندنا. لو وقفت معايا بعد ما كل المحاولات ان مفيش غير كده هعمل كده، اسمها اكسترا اناتوميكال باي باس، اكزيلو فيمورال او فيمرو فيمورال. ايه بقى حكايه بروفاندو بلس دي؟ الحقيقه دي مش اذرز ولا حاجه، لان اللي يقراها يحسب انها بخش اعمل بروفاندو بلس. لا لا يا حبايبي، البروفاندو بلاستي بتبقى جزء من العملية. أنا وأنا داخل أعمل فيمرو بوبليتال باي باس، أنا كده كده فاتح البروفاندو، فاتح الفيمرال. وكنت قلت لك البروفاندو ده مهم جدا للثاي، وكنت قلت لك إن بيجيب الكولاترالايزيشن بتاعتنا. قلت لك إن فتحته هنا كتير بتبقى مقفولة. طب ما وصل له الدم بقى دايركت على طول من الفيمرال بتاعه يا جماعة. يبقى الثاي ويل نرجد مش بس عايش. فنقوم جايين موسعين الفتحه دي، فتحه البروفاندا اروح فاتحها كده اهو، واجيب حته فين باتش جرافت احطها عليها، وسعت وسعنا الفتحه دي كده كويس قوي. اسمها ايه العمليه؟ اسمها بروفاندو بلاستي. البروفاندو بلاستي في الواقع مش عاملها لوحدها، مش داخل النهارده عندي عمليه بروفاندو بلاستي والله يا رب، لا لا لا، انت داخل تعمل عمليه ثانيه، مثلا اليو فيمورال باي باس او فيمرو بليتيال، وانا فاتح المنطقه دي بالمره اعمل بروفاندو بلاستي يودي للثاي كويس عملياته. ده الدايركت ارتيريال سيرجري بانواعه. حكايه السمبافكتومي اللي هي احنا هنسميها اندايركت ارتيريال سيرجري. السمبافكتومي يا حبايبي هنعمل لمبر سمبافكتومي. هتعمل ايه دي؟ هتعمل فازو دايلاتيشن في السكين ارتريولز. طب يا ترى واحد عنده الفيمورال ارتري بيوصل البنطلون بيقع، الفيمورال ارتري بيوصل، ما تشيلهاش يا محمود الله يخليك في المونتاج احنا كويسين كده. انا بحب ارجع يا اولاد ركزوا معايا، بس المونتاج بيشيلوا حاجات من اللي بقولها دي عشان لا اللي هي فضايح وكده. الفيمورال ارتري بتاعه كان بيدي لرجليه كميه معينه، لما عملت له سمبافيكتومي زودت الكميه؟ لا، الكميه واحده، لكن انت وسعت الفيسلز بتاعت السكين، فنصيب السكين هيزيد ونصيب المسلز يقل، يبقى اعراض السكين تتحسن واعراض المسلز تسوء، فالانترميتنت كرودكيشن تزيد، لكن الريست بين بتاع النيرف اسكيميا والالسرز بتاعت السكين تتحسن. عشان كده لو سمعت حد عمل سيمباثيكتومي لازم كان عنده حاجه من الاثنين دول، اولا لازم يكون سيفير، ما فيكيش على واحد مودريت اسكيميا بيمشي 150 متر، لعيب من لعيبتنا بيجري 70 متر
واقول له اعمل لك سيمباثيكتومي، ايه رايك اسخن لك رجليك؟ رجلك تحسها ساعه لا ساعه والله، نقول سخنها لك شويه. شعر رجلك بيقع؟ لا بيقع. لا خليه ما يقعش يا عم، يخرب بيتك سيبه يجري سبيل. ده هيلام بعد السيمباثيكتومي، هتقل الكورديكيشن من الكونترا انديكيشنز، واحد شاكوته بس انترميتنت كورديكيشن، او واحد جاي جانجرين جاي متاخر، او دايابيتكس. اشمعنى الدايابيتكس؟ عنده اوتو سيمباثيكتومي من البريفرنيورايتس بتاعته. فدول ثلاثة كونترا انديكيشنز. على فكره عمليا يعني زميلنا في الباسكولار سنين طويله دلوقتي، عشرات سنين ما عملوش سيمباثيكتوم. الكلام ده كلام وبيتسال لسه ويتقال كده زي ما بقوله. لكن يبقى الانديكيشن سيفير، او واحد كان انفيت لازم سيفير، ومش اي سيفير. مش احنا مش خدنا كرايتيريا سيفيريتي، حاجتين في السيفيريتي بالذات، ريست بين والالسرز. طيب ال ويكون عيان بكتب لك انفيت، شيل انفيت طبعا. ما هو لو انفيت عشان دايركت هيبقى انفيت سيمباثيكتومي، عمليه كبيره هنخدها ان شاء الله في الاوبراتيف، فيها كلام كتير يتقال، فعمليه مش صغيره. وعيان نوت فيزيبل، ده كلام صح، يبقى سيفير ونوت فيزيبل، فانا ما عنديش حل حلو ريست بين والالسرز الا سيمباثيك مؤقتا. السيمباثيكتومي ستيل، سرقه، انت سرقت الدم من المصل الى السكين. كتاب الاسم عمل حركه، كتب في انديكيشن سيمباثيكتومي كلام عمري ما شفت حد عمله. بص يا ولاد، فاكرين الالجوريزم؟ ارجع الالجوريزم بتاعي، هتلاقي في النص يا سيمباثيكتوم، هنا امبيوتيشن، هنا دايركت اتير سيرجري، اعمل سهم كده واعمل سهم كده واكتب ميبي بلس، ميبي بلس. يعني بيقولوا انت بتعمل دايركت ارتير سيرجري ممكن تضيف لها سيمباثيكتومي، وكان دي حاجه زي الطهاره ولا اللوز، دي عمليه قد كده. لا طبعا، عشان ايه يعني؟ عشان تشهل بالحاجات بتاعت السكين انها تخف بسرعه. وانت بتعمل امبيوتيشن بالمره اعمل سيمباثيكتومي، ليه؟ عشان هيلينج بتاع السكار بتاعي. احتفظوا بالكلام دون، لكن الكلام ده عمليا مش موجود. فهمنا السيمباثيكتومي، فهمنا السيمباثيكتومي، يلا بقى امبيوتيشن. اذا وصلنا الجنجرين امبيوتيشن، مفيش حل، مفيش حاجه اسمها بروفيلاكتيك امبيوتيشن. رأيك رجلة دي على فكره احتمال تموت، شيلها احسن احتياطي، ما شيلها احسن ما تتعب نفسك، لا مش كده، مفيش بروفيلاكتيك. خدوا بالكم يا اولاد، كلمه ثانيه مهمه قوي قوي قوي، هتشوفوا حالات انا في عيان من 20 سنه سيفير اسكيميا، جنجرين في الديستال فالانجيز توز وفينجرز، خلاص وسيب ورست بين جبار. اللي عنده دلوقتي عنده ديسابيرنج بالس، يعني كرونيك اسكيميا وعنده بالس ومودريت اسكيميا وزي الفل. الباثولوجي ملوش قوانين في الكورس، ما اقدرش اعمل لك حاجه احتياط. انا ما اعرفش انت بكره حالتك هتبقى ايه، انا بعالج النهارده، غدا لظهر الغيب واليوم ليه، انا النهارده عالج دي. طيب فالعين بتاعنا اللي دخل فيه جنجرين اعمل له امبيوتيشن. ايه انواع الامبيوتيشن؟ يا كونزرفاتيف امبيوتيشن، يا اما ارجنت هاي امبيوتيشن. عيان الحته دي صعبه في الفهم، احبك تفهمها مني كويس. العيان اللي عنده جنجرين، يا هدخله اسم الحوادث، يا هدخله اسم الفاسكولار، حاله الكتيف، يجي في الحوادث يقول لا اطلع الفاسكولار. انتوا هتمروا في اقسام الفاسكولار عيانين كتير وصباع رجله مسود وقاعد جنبينا، وبعدين نعمل له انفستيجيشنز ونعمل له انجيوجر. يا عم صباعه اسود، يا عم اصبر شويه. ليه يا حبايبي؟ العيان ده اللي عنده سبتيسيميا ولا سبريدنج جنجرين ولا ديتيريوريتنج جنرال كونديشن بتاعته، اصبر. هانفستيجيت العيان ده، ايه حكايته؟ لو لقيت الادجيسنت تيشو بتاعت صباعه كويسه، وده مستبعد جدا، كويسه زي مين؟ زي البلوتوث سندروم كده، حكيت لك عنه من شويه اظن المحاضره اللي فاتت. في البلوتوث سندروم ده ينلق هنا البالس محسوس جنبية، خلاص هشيله بس. فلو لقيت دي كويسة وده رير، لا اللي كمان بقى لقيتها مش كويسة بس لقيتها اقدر اصلحها، اصلح الاول الادجيسنت تيشو، اعمل باي باس، اعمل بطة، اعمل اي حاجة واصلح ادجيسنت تيشو، وبعد ما اصلحها ابقى اشيل الصباع. اوعى تشيل الصباع الاول. مين شاطر يقول؟ ولا واحد قال حاجه. تفرح حاجه، حاجه تجيب انشراح ان اكمل المحاضرات يا حبايبي. لسه قايل لك ان في كرونيك اسكيميا ماينور تروما او ماينور انفكشن يبريتسبوز لماسيف جانجرين. اللي عندك كان جاي كرونيك اسكيميا بصباعه بس، فانت راجل زي حالاتي مش بتاع فاسكولار، قلت له بص بقى يا عيان، انا بعرف اعمل امبيوتيشن، ما اعرفش اعمل باي باس، هعمل لك الامبيوتيشن وابعتك انا بعد كده لحد بتاع فاسكولار. فعملت له امبيوتيشن، بعديها بيومين ثلاثه كل رجله بتسود،
لا يا حبايبي، الاول نمبروف الادجيسنت تيشو. طيب يبقى اصلح ده واعمل حاجه اسمها كونزيرفا، تبقى اشيل حته صغيره يشيل صباعه، ولما اشيل الصباع يسيبه يهيل بجراديوليشن تيشو، يا اما اشيل اعلى شويه واقفل بجلد. كله مش غلط. ومكتوب لك عندك ميتارسل وترانس ميتاتارسل، الفرق بينهم ارسم معايا دي كالكينيس، دي تيلس، دي نافيكولار بونز، دي ميتاتارسل بونز، دي الفلانجيس. الترانس ميتاتارسل هنا، الميتارسل هنا، ماشي. مش ده الموضوع. انا النهارده بعد ما قطعت عايز اقفل، ما ينفعش اقفل كده يا حبايبي، انا عايز ارسم الدورسال سكين بلون او البلانتر بلون مختلف اهو. ما ينفعش اقفل كده، شلنا وقفلنا كده وشلنا وقفلنا كده، لا، لو قفلنا كده ده كده بلانتر سكين، ده كده دورسال سكين. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ هذا الدورسال سكين رفيع، ما يتحملش التروما بتاعتنا في الجزمه والارتفيشال شوز بتاعتنا ابدا. شويه يالسريت وهترس على بيلوني امبيوتيشن. لازم اغطي ده ببلانتر سكين، فضروري لما اعمل امبيوتيشن اكون مطمن عندي لونج بلانتر فلاب. كلينيكالي انا شايفها البلانتر سكين كويس فايبل. فاكرين 6 بيسكت في 3؟ هو دول يا حبايبي، اخبار كابيلاري سيركوليشن، اخبار كولدنس، اخبار سنسيشنز، اشوفه في الاخر ده كويس كويس، اروح عامل قطع كده واسيب لونج بلانتر فلاب والفها اقفل بيها. اهي ادي لفتها كده وقفلت بيها لونج بلانتر فلاب. يبقى ده اسمه كونزرفاتيف. امال امتى ايرجنت؟ هاي لا، ده عيان يخش حوادث، سبريدنج جانجرين، سيفير توكسيميا، حصل انفكشن على الجانجرين بتاعنا، العيان بيموت مننا، ساعتها نعمل ايرجنت هاي. رغم ان يمكن جاي لي مثلا الجانجرين وصل لغايه بس الفور فوت، لكن ما اقدرش اصبر، بقيه الليك كلها سوولن اديمتس، العيان توكسيك، هنخش نعمل ايرجنت هاي. الايرجنت هاي حاجه من اتنين، يا بيلوني يا ابافني، مش هقول لك بقى، مش هقول لك خلصتها، حسيت بوبليتيال بين بيلوني، وده مش موجود في الاثروسكيروزس، مش موجود. الاثروسكيروز ابافني قلنا ما فيش اثروس اسكيميا وفيها بوبليتيال محسوس. ما حسيتش بوبليتيال يبقى ابافني. اخر حته في محاضرتنا دي الابدوم الاورتيك انيوريزم، وده اخر موضوع مهم جدا نظري جدا في الشابتر ده. اللي باقي كله لغايه ما نخلص ما فيهوش حاجه جت متكرر الا موضوع واحد، الدايابيتيك فوت انفكشن جانجرين. الباقي كله مش بهذه الاهميه، لكن يجي في المحاضره الجايه ان شاء الله. يعني ايه انيوريزم؟ انيوريزم باثولوجيكالي ساك فيلد وذ بلاد اور زود بلاد كلوت كوميونيكيتنج مع اليومن فان ارتري. طب البراكتيكال ابلكيشن، انت اكزامن عايز تقول هذا انيوريزم بيرمننت دايلاتيشن لارتري اكتر من واحده ونص من الدايمتر بتاعه. مثال لكده، كتير قوي من الناس رفيعين تبلبيت في بطنه كده، تلاقي تحس اورتيك بالسيشنز بروميننت. بيتسال شفوي، امتى تقول ده اورتيك انيوريزم ولا ده بروميننت بالسيشن؟ لو الويدز عرض الاورطه اللي انت حاسه اكتر من 3 سم يبقى دون انيوريزم، لان نورمال الاورطه عرضه 2 سم. فلو بقى 3 سم فاكتر فتفكر يكون انيوريزم. كلاسيفيكيشن بنقسمه حسب 3 حاجات: ايتيولوجي وستراكشر وشيب. ايتيولوجي باثولوجيكال الكومنست كوز اثروسكليروسس، السيفيلز في الاورتيك ارش، وكان له جر قديم قوي عندك في المتحف سنه ثالثه، كان فظيع، وايرودنج البون من غير الكارتلج. البهسد حاجات اوتو، البهسد والمرفان. البهسد ده بالمناسبه لو فاكرين اوروجينتال السرز، ولو فاكرين من شويه وجايين لها خلاص اهو، ان مع الانيوريزم ممكن يبقى كومبليكيتد بكرونيك اسكيميا. حد من اساتذتنا الكبار قوي رحمه الله اسمه دكتور سامي حمام، كان استاذ فاسكولار عملاق الله يرحمه ويحسن اليه، كان لما يخش له حاله اسكيميا وطالب اكزام كان مهم قوي ياكد عليه في الجنرال اكزام، بصيت على اورجينتال السرز. يا ابني اورال السرز حتى مش لازم جيتر، ما تسيبش العيان ليه؟ عشان البهست، البهست ديزيز بيكون معاه اورال، هو شافها كتير انيوريزم مع بهست وعامل اسكيميا.
ثالث سبب في الرابع في الاتيولوجيك الاصاب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس بيبعت انفكتيد امبولاي تعمل حاجه اسمها مايكوتيك انيوريزم. كلمه مايكوتيك اسم غلط، انها بكتيريال، هي بكتيريا الاندوكاردايتس، ومايكوتيك يعني فنجل. بتقفل الفازا بازورم بتاعه الارتري تويكن الوول يحصل انيوريزم. طب ده وان باثولوجيكال. تاني حاجه تروما، احنا بنقسم حسب الايتيولوجي. التروما، تروما تعمل خلصناها، تعمل اكيوت، تعمل ترو، تعمل فورس انيوريزم. هو يعني ايه ترو؟ يعني ايه فورس؟ ترو انيوريزم يعني الوول بتاع الانيوريزم من الارتري. فولس لا، فولس انيوريزم يعني ادي ارتري اتعور، عمل هيماتوما، الهيماتوما اورجانيزد، فده الانيوريزم اهو ساك فيلد وذ بلاد اور بلاد كلوت، مش دايلاتيشن بقى، فده اسمه فولس انيوريزم. تعملوا التروما البارشال انجري. والكونتيوجن لو فاكرين قلته لكم زمان، يعمل ويكنينج فايبروزس في الميديا، تلوز الاستيستي، مع الوقت الدايليت تعمل ترو انيوريزم. كونجينيتال انيوريزم في السيركل اوف ويلس، وتعمل سب اركنويد هيموريدج، قصه مؤلمه كتير او تحصل، تلاقي حد سليم 100% في لحظه فرقع ده منه وحصل فيه هيموريدج. طيب يبقى اول تقسيم حسب الايتيولوجي، حسب الاستراكشر اهو قدامك ترو فولس، حسب الشيب ساكولار، ده كان في دماغك هو ده شكل الانيوريزم صح، وده اغلبه فعلا، يا اما اسف فيوزي فورم، يا اما ساكولار كده، وده في سؤال شافوي، هل ممكن الانيوريزم يحصل له سبونتينيوس كيور؟ كلام غلط، السؤال ده كلام قديم كلاسيك، بس لو سالته يقصد ده، لو حصل ثرومبوزس في الساكولار ده كله خلاص يحصل ما يسميه هو سبونتينيوس كيور، ثرومبوز معناه فايبروزس. ود السكتنج انيوريزم، ادي انتما اتعورت، الدم دخل هنا عمل هيماتوم. بعض الكتب فاسكولار زمان كاتبه كلمه ديسكتنج انيوريزم اسم مش صح، والاسم الصح انتراميورال هيماتوما. اللي زوده لك على المكتوب عندك في الصفحه الفاضيه وارميه وانساه وركز في اللي احنا بنقوله. طيب يبقى دون حسب الشيب كلينيكال بيكتشر مي بي اس سيمبتوماتيك، ده 75% من الابدومينال اورتيك انيوريزم، هو الكومنست انيوريزم اكسيدنتلي ديسكفرد، بنعمل سونار لاي حاجه نلاقيه، لانه بيجي غالبا ببين راديتنج للباك، ومش في واحد كبير اثيروسكليروتيك، هنقول ده غالبا بقى ايه؟ اوستيوبوروزس ديسك، مش هنفكر ان يكون انيوريزم. ايه سيمبتوماتيك؟ اثنين جنرال اكزام بيكتشر اوف ذا ديزيز، هو اثيروسكليروتيك فيبقى عنده بقيه الحاجات، اسكيميك هارت، عنده مشاكل سيرال اسكيميا مثلا، اسكيميا فلور ليمب يصح. اثنين العين يكون لو سيفيليتك مرفان حسب بقيه المانيفستيشنز، لكن اهم حاجه رقم ثلاثه سويلنج. السويلنج ده الكاركترز بتاعته الونج الكورس اوف ان ارتري، انت بتهرج يا دكتور علي ولا ايه؟ ما اكيد الونج الكورس. لا يا ابني ده انت اللي مش فاهم. طبعا انا بكلمك بادب عشان احنا بنسجل، لكن لو كنا مقابلين بعض في حته ثانيه كنت ما حدش بيسجل كنت قلت كلام ثاني. لا يا سيدي الكل، ولا انت سيدي الكل ولا حاجه، بجاملك يا عم ما تصدقش ان انا سيدي الكل وبتاع وبابا مش عايز اكلمك انا سيدي الكل، لا انت بقول لك بس مجامله منك. ارجع ايه الونج الكورس؟ يعني عايز اقول لك اوعى تشخص انيوريزم في حته ما فيهاش ارتري، هو ده معنى الكلمه. يعني من الاخر واحد كده جاله سويلنج فظيع جدا جدا على الباك اوف ذا فور ارم هنا، ويقول لك قول لي ديفرنشال دايجنوزيس، تقول لي احتمال انيوريزم؟ لا طبعا لازم يكون في سكتي هنا ارتري. اثنين لا في اكسبانسايل بالسيشنز، اهم ساين. يعني اكسبانسايل يعني بيطلع كده، تسمع عليها تسمع سيستوليك بروي وبروباجيتد ديستال، تمام. تحرك الانيوريزم كده يتحرك، بالطول ما يتحركش، يبقى موبايل اكروس نوت الونج. اسمها في الكلينيكال هعلمها لك هناك ان شاء الله، عقده في حبل، فاكتب عقده في حبل وانت مش فاهم عقده في حبل دلوقتي لغايه نفهم في الكلينيكال، او تكون فهمتها خلاص في الكلينيكال ان شاء الله. كومبريسبل صح، لما دوس بروكسمال يصغر وتقل البلسيشن، لما دوس ديستال يكبر وتزيد البلسيشنز. ده الكلينيكال بيكتشر بتاع الانوريزم كسويلنج، مهم قوي تعرف الكلام ده. طيب ثالث رابع حاجه كومبريشن على السراوندنجز، نيرف يعمل بين، باراسيزيا، موتور افكشن على البون، ايروجن للبون. لسه بقول لك الابدومينال اورتيك انوريزم يجي بباك بينز من البريشر على البون. يدوس على الفين يعمل اديما، ده هيدوس على الارتري نفسه واحكي لك دي، بس بنروح للكومبليكيشنز. يجي بيكتشر كومبليكيشن الموست سيريس على الاطلاق، رابشر بوم وهيموريدج، ماساه.
وهنا اكتب ديسكاس الابدومينال اورتيك انيوريزم كاكزامبل اللي هشرحه لك كمان شويه. اتنين ثرومبوزس، يحصل هنا ثرومبوزس وده مع الوقت ممكن يقفل، هيعمل كرونيك اسكيميا او يقفل اكيوت يعمل اكيوت اسكيميا. بريشر على السراوندنجز ادي شرحتها لك، انفكشن في الثرومبس دي يحصل انفكشن، فلوينج بلاد ما يحصلش فيه انفكشن لكن في الثرومبس يحصل انفكشن، وساعتها هيبقى مرعب لانه انت هتلاقي هوتنس ريدنس تندرنس مثلا في الانجواينا ريجو فتلخبطك جدا جدا. وطبعا مع وجود الاديبه مش شايف بقى بالسيتنج، واللي في دماغك انيوريزم فيمور الارتري ده شفته كم مره في عمرك؟ لكن شفت ابسس في انجواينا ليمف نودز كم مره؟ كتير جدا. فتشخص ابسس وهتفتحه تاك انسيجن ودرينج. فارجوك عشان خاطري اي ابسس الونج كورس اوف ان ارتري لو سمحت اكسكلود ان يكون انيوريزم، اكسكلود ازاي يا جدو علي؟ اسبيريشن، ابره ودبها. لقيتها جابت دم يبقى خلاص كفى الله المؤمنين القتال. زمان قوي في القصر عيني قصه مشهوره قوي، ابسس في الفيمور ترانجل اتفتح في الاستقبال، كنا بنفتح زمان ابسيس هناك، الدم خبط في السقف نافوره. ليه؟ كان انفكتد فيمور ارتري انيوريزم. فيبقى تاني يا حبايبي ممكن انفكشن اسكيميا، يعمل اكيوت اسكيميا وكرونيك اسكيميا. قلنا الكلام ده بقى اكيوت ازاي؟ امبولايزيشن من الثرومبس دي. طب ازاي كرونيك؟ عن طريق ثرومبوزس واكيوت ثرومبوزس تعمل اكيوت اسكيميا. طب كرونيك ازاي؟ جرادوال اوكلوجن بالثرومبس اللي جواه وبريشر على الارتري. ازاي بريشر على الارتري؟ تحصل في الساكولار، الانيوريزم كبر 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 وداس على الارتري. يخرب بيت قله الاصل، انتوا عارفين يا ولاد مين الارتري ده؟ ده ابوه، ده ابوه اللي رباه وكبره. الانيوريزم ده ابن ده كبر وداس على ابوه. كناش بنشوف الكلام ده زمان، خلاص مفيش اي اصول دلوقتي. الابن داس على ابوه وعمل اسكيميا. طيب دي الكومبليكيشنز. خد بالك ان الكومبليكيشنز دي سؤال لوحده في يوم من الايام. طيب ديفرنشال دايجنوستس، ارسم معايا الرسمه دي، ارسم ادي ارتري هعمله كده، ادي فين هعمله كده، ادي سويلينج هعمله كده، ادي سكين هعمل فيه كده، هعمل اسهم طالعه ونازله من هنا وهقول لك قصدي ايه. يلا يا سيدي، اول حاجه يكون فاسكولار تيومر. اي حاجه بقى عايز تقول تفرق ايه عن الانيوريزم ارجع للكاركترز اللي وصفتها لك هنا، ايه منها مش كده؟ تعال لو كان فاسكولار تيومر اكيد الونج كورس ارتري مش شرط، كومبريسبل لا، في سيستوليك في بروي في موبايل الونج واكروس الونج واكروس مفيش حاجه، فده اسمه فاسكولار تيومر زي الساركوما. طيب التانية دي ترانسميتد بالسيشنز، ده تيومر الونج لازم الونج كورس اوف ان ارتري، لكن اكسبانسايل ولا ترانسميتد بالسيشنز؟ لا ترانسميتد. كومبريسبل لا، في ثريل لا، في بروي لا، ما فيهمش. يقدر يتحرك الونج واكروس يتحرك ما حصلش حاجه. لما دوس بروكسمال للارتري يصغر لا، ديستال يكبر لا. طيب الايفي فيستولا، اقصد بالايفي فيستولا يا حبايبي مش اللي انا راسمها، نوع تاني هناخده ان شاء الله في المحاضره الجايه اسمها فاريكوز انيوريزم، سيست بين الارتري والفين، ودي الحقيقه فيها كل الكاركترز بتاعت الانيوريزم الا ان الميرمر هنا مش سيستوليك، ده ماشينري ميرمر وبروباجيتد ديستالي وبروكسمالي. طيب ايه اللي انا سامه ده؟ سيربنتاين ارتري، سيربنتاين. ورقموا يا جماعه الارقام دي على كتابنا، انا ناسي الارقام كانت ماشيه ازاي. دي مشهوره في الكاروتيد، كان لسه عندي حد كده من حوالي شهر، الكاروتيد سيربنتاين. فيبان لك قدام الستيرنوماستويد سويلنج وبالسيتنج يلخبطك جدا، وبعدين هنا سويلنج شبيه تاني لما نروح نكلمك عنه ان شاء الله. السيربنتاين ارتري الدوبلكس يشخصه ولا حاجه ولا بنعمل له حاجه، لكن يلخبط ليكون انيوريزم. اللي رسمته ده الابسس،
ولسه شارح لك ليه الابسس يلخبط مع انيوريزم، لانه الانفكتد انيوريزم هيلخبطنا. فاذا جالك ابسس رونج الكورس بان ارتري اكتبها ارجوك، يو هاف تو اكسكلود انيوريزم ازاي واسبيريشن. ده الديفرنشال دايجنوزس. الانفستيجيشنز ما اشبه اليوم بالامس والبارحه بالغد، خلاص احنا مخلصين فاسكولار بقى فاهمين كويس قوي. بلين اكس راي الاقي البون ايرودد، دوبلر دوبلكس حلوين. اسمع المفاجاه، ابدومينال التراسونوجرافي انفستيجيشن اوف تشويس في الابدومينال اورتيك انيوريزم. ليه يا حبايبي؟ انا ما اقصدش تشويس بس في الدايجنوزس، لا احنا حبايبي في الابدومينال اورتيك انيوريزم اهم فاكتور بيحدد نعمل عمليه او لا السايز. فهو قالك كان 3 سنتي ونص 4 سنتي ولا حاجه، من تابعه اتابعه بقى زي سي تي ام ار انجيوغرافي؟ يا راجل لا، اتابعه بسونار حاجه سهله، اغني للسونار ايكونوميك افيلابل اكيوريت سيف. فعشان كده هو البيست نعمل سونار وكل ما يعمل هنشوفها لو بتكبر اكسباندنج، لا ثابته لا بتزيد بشويش بس وصلت للحجم اللي هو 5 سنتي بتاع العمليه هنعمله. فده السونار. السي تي لا شك مور اكيوريت عن السونار بس مكلف، ما اقدرش اغني للسي تي. السي تي يضيف لي ميزه، ايه هي؟ يضيف لي ميزه انه يقول لي ريليشن بتاع الابدومينال اورتيك انيوريزم من الرينال فيسلز. ايه اهميه ده؟ هقوله لك كمان شويه ان شاء الله دلوقتي لما اخلص الابدومينال اورتيك انيوريزم. طيب لا شك الانجيوغرافي مش هعمله هنا عشان شخص، انا مش شخص بالسونار، انا بعمله قبل عمليتي لنفس مبادئ الانجيو، اشوف الارتيريال تري قبل واشوف بعد، اني هاخد جرافت احصلها من قبل لبعد، فابقى شايف الصوره الديستال تري وبروكسيمت. وبالمره الانجيو وريني الريليشن بتاعت الابدومينال اورتيك انيوريزم للرينال فيسلز. طيب يا دكتور علي هنعمل كونفنشنال انجيو؟ الحقيقه خلاص بطلنا كونفنشنال، هو سي سي تي اي يا ام ار اي زي ما اتفقنا من شويه. معلومه عندك في السكه ان الانجيوجراف يمكن يبان نورمال. اه طبعا، بص عليه كده على الانيوريزم ده لما حقنه كده ضاي، الضاي ماشي اهي، مش هتشوف الثرومبس. الانجيوغرافي مش اكيوريت ان يقول لي السايز بتاع الانيوريزم قد ايه، اللي يديني السايز بتاع الانيوريزم سونار او سي تي. لاب انفستيجيشنز ناسي مكتوب او لا عندك، زودها يا اخي زي حاجات الاثروسكيروزس البلدي عادي جدا. دي الانفستيجيشنز للانيوريزم التريتمنت. بصوا يا حبايبي، يا اكسجن وجرافت، يا اكسجن من غير جرافت، يا جرافت من غير اكسجن. تعالوا معايا. الاصل في اي انيوريزما اخش اقصه، اقص الحته دي واوصل هنا جرافت. سينثيتك او ناتشرال حسب حجم الانيوريزما، حجم الارتري ما انت عارف احسن مني. ما تحت انجوينا ليجامنت فيمورال بوبليتيال هستخدم ناتشرال فين، لو كنت انا جوه الياك واورطة ومساء هستخدم سينثيتك، لو رينال استخدم فين الى اخره. طيب ده الاصل، ولكن ايه الاستثناء؟ اكسجن من غير جرافت، معقول؟ واسيب العيان يموت باسكيميا؟ لا يا راجل، واحده واحده. انا شفت مره انيوريزم يا بركه الدعاء الوالدين وانا نايب، فبوريش وبعدين هنا سويلنج هنا وريد وهوت، ده ابسس مستريح، ما خطرش في بالي انيوريزم نهائي. ليه؟ يا بركه الدعاء الوالدين الله يرحمهم يا رب ويحسن اليهم، كانوا عايشين ساعتها، فدبت ابره، مكان الابره خرطوم لما خبط في وشي. اتابن حلو، اتابن دي واحد صاحب اصله شللني في كلمه اتابن دي، وانا لازم برضه انقل لكم هذا الشلل. اتابن ده انيوريزم في الانتيريور برانش بتاع السوبرفيشال تيمبر ارتري. طب ده عملنا له ايه؟ دخلنا عمليات، عملنا ايه؟ ربطنا الارتري بروكسيمال ديستال، شلنا كسولنج وخلاص، ولا عملوا ده جرافت؟ ملوش اي لازمه. الراديال والالنر ارتريز يا اولاد اغلبنا يكفي ايدينا راديال بس او النر بس عشان نعرف تكفي او لا. في تيست اسمه الين تيست، مهم قوي شفوي قوي، فده تاخدوه في الكلينيكال معايا ان شاء الله. لو انيوريزم في الراديال ارتري ممكن اخش اربطه وخلاص، ما دام اطمنت بالالين تيست ان الالنر ارتري يكفيني. طيب يبقى ده باختصار اكسجن ومن غير حاجه. امال مين بقى جرافت من غير اكسجن؟ لو الاكسجن صعب جدا. مثال شهير البوبليتيال انيوريزم، انت جنبك الميديال بوبليتيال نيرف، اللاترال بوبليتيال نيرف، الفين، الحقيقه التسليم. دايما الانيوريزم عشان الاثروسكيروزس، فاكرين الفايبروزس، بيبقى لازق في الحواليه، انك تعمل له اكسجن صعب جدا، فبنعمل له باي باس. ازاي؟ فوت البوبليتيال
وتعالى معايا للي عندك ولازم تعرفه، الابدومينال اورتيك انيوريزم. ايه اللي بيتم فيه؟ ادي اورتا اهو اللي انا هببته ده، استنى، ادي اورتا اهو، وادي الانيوريزم اهو. انا مش راسم بقى رينال ارتريز اللي قاعد اقول لك ريليشن رينال ريليشن، مش هقولها دلوقتي. هخش اعمل بروكسيمال كنترول واعمل ديستال كنترول على الايليكس، حلو، وبعدين افتح الانيوريزم ده. مش هعمل له اكسجن، مش هعرف اعمل له اكسجن، افتحه. فتحته وقصيت من هنا، بقى عندي هنا اند اهي، وقصيت من هنا بقى عندي اند اهي، وغالبا مش هعرف اقص من هنا، فهقص من هنا ومن هنا، بقى عندي اند اهي واند اهي، وقوم جاي بقى الجراف طبعا سينثيتك، ما عنديش حاجه ناتشر تخدمني هنا، اوصلها فوق اوصلها تحت لو كان ينفع كده، لا غالبا مش هينفع كده، بتبقى واي شيب دي جرافت، اوصلها كده اوصلها كده. طب ما يا جدو علي كده اثناء ما انا عامل الكلامبنج انا مدخل رجلي في اكيوت اسكيمي. ايوه انا عارف، ما تقلقش انا معايا ست ساعات هكون مخلص القصه دي في ساعتين ونص ثلاث ساعات، ما حصلش حاجه. دخلنا اكسبوجر للاورطه لغايه دلوقتي مش اسكيمي. اول ما حطيت الكلامبات اشتغل بسرعه بقى شويه بجديه عشان لغايه ما احط الجرافت. حطيت الجرافت خلاص، شلت الكلامبات، ودي كلامبنج دي لحظه مرعبه في التخدير، ان في مره واحده دم يروح نازل كله على اللور ليمب. مش شغلتكم بقى كتر خير الدنيا كده قوي، نزل الدم على اللور ليمب ومبروك خلصت الحكايه. ايه بقى الفرق لو انا الانيوريزم الرينال ارت هنا كده؟ هنعمل ايه؟ نفس العمليه، كلامب من فوق كلامبين من تحت، وبعدين نحط الجرافت. امال انت ليه بقى وقع تعب قلبنا وريليشن رينال؟ لا يا حبيبي، انا الرجل معايا ست ساعات، انا الكدني معايا نص ساعه، واخش في اكيوت رينال فيلير وافكرك ان كدني اصلا كومبرومايزد، انا في اثروسكيروزيس، العينين دول ممكن يموتوا بسهوله قوي من رينال فيلير بوست اوبرت. فعشان كده لو ده كده موجود انا محتاج احط الكلامبات وافتح الانيوريزم وبسرعه بسرعه اري امبلانت الرينال ارتريز، واقوم ناقل ده الكنترول ده لتحت حطه هنا، وصلت الدم لهنا وبراحتنا نوصله لور ليمب. يعني انا تهمني دي، انا كنت قلت لكم ان انا كنت في قسم جراحه عامه خمس سنين وانا حد فاسكولار، كان ممكن اطلب اشتغل حاجات فاسكولار، ما حصلش حاجه، وعلمت كتير جراحه الاطفال هناك واشتغلت كل الجراحه العامه. لكن طب بتخيل مثلا حاله ابدومينال اورتيك انيوريزم دخلت وانا كنت في قسم فاسكولار مش جراحه عامه وعايز اشتغلها، فبكلم رئيس القسم قلت له النظام الجراحه كده يا اولاد، ليله العمليات النايب يبلغ الرئيس القسم بالليسته ويقول له كل واحد عايز يشتغل ايه. فمثلا فقال له علي عايز يعمل يا فندم، كنت مدرس ساعتها، الابدومينال اورتيك. قال له يا ابني اهم سؤال، هي يا ابني سوبرا رينال ولا انفرا رينال؟ يعني ايه سوبرا رينال؟ يعني مش فوقيها، يعني رينال داخله فيها، اسمها سوبرا رينال. انفرا، فقال له دي سوبرا. قال له يا ابني سوبرا، طب قول لعلي يهدى شويه، ده دي لعلي ولا الاستاذ مساعد فاسكولار الموجود ولا ده، انا اللي هاجي اعملها بنفسي. وعلى فكره بيجي الاستاذ ساعتها يحط الكلامبات يوصل للرينالز، ينزل بالكلامب ده يكون موصل الدم للكدني في نص ساعه، ويقول لهم يلا يا جماعه كملوا يا شباب. ممكن ساعتها ينده علي المدرس جراحه الاطفال اللي جاي يشتغل جراحه عامه ونفسه يتعلم فاسكولار، يقول له خلوا علي يعمل انستموز اللي تحت. ما حصلش حاجه، يبقى ده عشان كده اهميتها ما ظهرلهاش اهميه عندك، هي اهميه براكتيكال وابلايد مور ديفيكالت سيرجري، تتعمل لازم مور كليفر سيرجن وفي وقت قصير، خاصه توصيل الدم للرينالز. فدون طب الانيوريزم انا فتحته ده او انا ده الانيوريزم انا فتحته، جبنا الجرافت وصلناه في النص، وصلت، نعمل ايه في دون؟ بما انه موجود وملوش لازمه عندنا بنعمل رابنج للجرافت دي، نغطي بالجرافت. لكن اوعى تفهم ان احنا محتاجين نغطي الجرافتات بحاجه، احنا ده لانه موجود اوريدي ومش ملوش استخدام عندنا. الابدومينال اورتيك انيوريزم انسيدنس الكومنست، السايت 95% انفرارينال 5% سوبرارينال، الايتيولوجي 95% اثروسكليروزيس، كلينيكال بيكتشر از جنرال. لكن خد بالك وانت بتكتب خليك ذكي، ما تقولش بقى في از جنرال ايه، لما ادوس بروكسيمال
يقل. لما دوس ديستال يزيد، برص مالفين ديستال فين يا حاج؟ مش هتعرف تدوس. فاختار الحاجات اللي هي ايه تمشي مع هي ده المثال الوحيد اظن في كلامنا مش ماشي معانا. طيب كومبليكيشنز اهم حاجه رابشر، وبقيت كل الكومبليكيشنز عندك. لكن تعالوا الرابشر ابدومينال اورتيك انيوريزم. عارفين يا اولاد اللعبه بتاعت السيرك بتاعت البنت اللي بتنام في الصندوق والساحر يجي يشق الصندوق من النص وبعدين يمشي بين النصين وبعدين الناس مرعوبه البنت اتشقت نصين يضم الصندوق والبنت تقف؟ عارفين اللعبه دي؟ عمري ما شفتها لانه البنت بتبقى لابسه لبس خليل شويه، ما بشوفش انا الحاجات الخليعه دي. اتمنى يعكسوها، نفسي اتفرج عليها. يطلع ان ولد وساحره واتفرج، بس برضو قلقان الساحره يلبسها. المهم ده الموضوع. في مره يا حبيبتي البنت كانت تعبانه نسيت تتني رجليها، الساحر شقها نصين، طلع المنظر ده. والبنت يا حبيبتي بالنصيب كان عندها ابدومينال اورتيك انيوريزم. ادي بطن البنت، شوف الالم، حزين مش عايز مش قادر يكتب. ادي بطن البنت، هنا الاورتيك انيوريزم. حتى الالم التاني حزين، يا اما الصبور عليها حاجه. ده الابدومينال اورتيك انيوريزم، ده البريتون. لا انا هرسم في حته تانيه. ادي بطن البنت، ادي الابدومينال اورتيك انيوريزم، ادي البريتونيوم. سيبوني ارسمه كده لغايه ما اقول لكم ليه. الرابشر اللي بيحصل ابدومينال اورتيك انيوريزم يا اما انترا بريتونيال وده 20%، يا ريترو بريتونيال ده 80%. الانترا بريتونيال قدر ربنا ان مره شفته لايف عيان ابدومينال اورتيك انيوريزم، نجهزه للعمليات بقى لنا 3 4 ايام وانا بنقله، كنت ساعتها انا نايب في الحوادث، واحنا بننقله من السرير بتاع العمليات، من سرير الترولي بتاعه لسرير العمليات. تك فرقع ايميديا. شوف بقى التخدير موجود، الدم بتاعه محجوز، جراحين فاسكر موجودين، انا موجود جراح العالمي. تك ساين، انا لسه ما سجلتهاش باسمي، ان شاء الله اسجلها باسمها بلوب ساين. بلوب هسجلها، لسه ما اتنشرتش في كتب. العيان في اللايف لسه كده كده، هكتبها كده يو ويل هير كده. دك فوضوا بسايدن ديس. ايه الانفستيجيشن بلوب ساين؟ نو انفستيجيشن. ايه البروجنوزس؟ نو بروجنوزس. سايدن ديس، امشي في الاجراءات فده يموت في الحال. اما ده لا، الدم محجوز بريترو بريتونيال بالسبيس. صحيح يعني بقى شوكد للترين دم يتدلقوا في لحظه، لكن ممكن يتلحق. ترياد باك بين، بالسيتنج ماس اللي هي دي تحسها اكسباندنج، والعن شوكت. الريترو بريتونيال ممكن يتلحق لو في مكان، يعني العن ده لو كان ريترو هيتلحق 100%. كلنا موجودين. ده الرابشر ابدومينال اورتيك انوريزم. التريتمنت بتاعه هنا في شويه تفصيل عن الكلام، طبعا احنا في القصه بتاعت جرافت من غير اكسجين. فبيقول يا اما تعمل له ايميديت سيرجري، ارجنت سيرجري لو كان رابشر، ايميديت سيرجري لو كان ايميديت يعني بكره يعني النهارده بالليل خلاص، اما ارجنت حالا نفتح دلوقتي. تعالجه ازاي؟ يا اما ايميديت سيرجري لو كان ده خلاص رابشر، يا اما ارجنت لو كان اكسباندنج. العيان بيقول اه يا بطني بنعمل سونار لا بيزيد اكسباندنج، يبقى ده خلاص هي رابشر، ده ارجنت سيرجري. يعني ارجنت يعني 6 ساعات 7 ساعات، اجهزه بسرعه وادخله. يا اما الكتف سيرجري، امتى؟ اي ابدومينال اورتيك انيوريزم سيمبتوماتيك بدا يعمل بين. واثنين لو 5 سم كان زمان، مش من زمان قوي، يقولوا 7 سم. ايه اللي نقل الرقم؟ اللي نقلوا ان بقت نجحنا في العمليه احسن كتير. بس احنا دايما يا اولاد في عندنا، طب الاقل من 5 سم مش ممكن يرابشر والعين يموت؟ اه ممكن، بس ريسك العمليه اكتر من ده. هو الطب كده، انت بتوزن ريسك دي قدام ريسك دي. فكان زمان ريسك العمليه في 6 سم اكتر من ريسك الانيوريزم، دلوقتي لا. هنعمل اللي قلته لك، ان احنا نعمل اكسجين ونحط الجرافت تو باي باس الانيوريزم. في حاجه اسمها اندو فاسكولار، واحد من السيستم اول جيل سيستم، دلوقتي رئيس قسم فاسكولار في نيويورك وبيشتغل الشغل ده بالذات بقى، كان لسه عندي قرايب بيفرحني يعني.
ايه الاندوفاسكولار؟ بص يا اولاد اهو ادي الانيوريزم، وانا بقول لكم قريب هيبقى هو ده بس التريتمنت، لكن الى الان مش الستاندرد تريتمنت، لسه له كومبليكيشنز شويه واكسبنسيف قوي يعني في مصر والى اخره. هنخش من الفيمور الارتري من هنا، وبعدين نحط اكسباند تيوب تاكسباند لوحدها، تمسك من فوق الانيوريزم لتحت الانيوريزم. لا 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 لا، ده ايه الجمال ده؟ طب ما خلاص كده خلص الانيوريزم، الدم ماشي اهو، وارضنا العطشان نرويها بديمان، والحته دي هيبقى فيها بلاد كلوت وفايبروز وخلصت خفينا. امال يعني ايه ازاي يحصل ريكارنس يا جدو علي؟ لا ريكارنس ان الحته دي في حته في الدايره دي ما شبكتش فالدم دخل كده، ده نوع من ريكارنس. عشان كده ما زلنا الى الان المكتوب عندك في الكتب، وانا ما اعرفش وصلنا لايه الحقيقه بالظبط، هتبقى دي الستاندرد او لا، الى الان بنعملها يا اما عين ابدومن الكونديشن هاي ريسك، يا كان جاله قبل كده اكسبلوريشنز لاسباب ثانيه بيريتونايتس مش عارف ريسكشن انستيموزس فبطنه ملزقه، فعشان اوصل للاورطة اعمل شغل صعب. هو نفسه هاي ريسك، هو راجل 85 سنه ومش حمل اي حاجه وتعبان، هخش شكه ابره خلصت له الموضوع. حكايه الاورتك ديسكشن موضوع ما جاش نظري قبل كده، في راي كبير عليك صعب عليك لكن اعرفوه، هنخسر يا اولاد. اورتك ديسكشن تعرف ديسكتنج اورتك انيوريزم، اهم بريدسبوزنج فاكتور حاجتين، هايبرتنشن مع اثروسكيروسيس. الهايبرتنشن اهم بريدسبوزنج فاكتور، فيحصل انت ملتير مع الاستريتش بتاع الارتري، وجود الاثروسكيروسيس تك يخش الدم. نوعين، تايب ايه في الاسندنج اورتا، تايب بي يخلص القرش ويبتدي. طول ما انا ماشي ديسكشن، طب ما في فيسلز طالعه من الاورتا كورونري مثلا، وبعدين تحصل الديسكشن هنا كان كده الكورونري اهو، حصل الديسكشن دخلنا بقى كده بالدم ورفع كل دي، ودي هيماتوما هيقفل الكورونري. فطول ما انا ماشي الديسكشن بيقفل برانشات الاورطه، فقد تكون برانشات مرعبه، ممكن برانش نفوته زي السيلياك ترانك، السيلياك ترانك مع الليفت جاستريك مع السبلينيك مع الهيباتيك، بيني وبينك يتعوضوا صدق او لا تصدق. لكن سبير ميزنتريك ارتري ماسيف جانجرين في الانتستين، فيبقى تاني انفير ميزنتريك يتعوض، لكن احنا قبل السوبير قبل الانفير ميزنتريك، هنا في القرش اورطه مرعوب على الكورونريز. تاني حاجة ممكن هذه الهيماتوما ترابشر لبرة أو ترابشر لجوه. نعمل إيه؟ الكلينيكال بيكتشر يا جماعة في الديسكتنج أنيوريزم بتاع الأورطة، سيفير تشيست بين زي بالظبط انفاركشن، راديتنج للباك، شوك يعني صعب جدا تلخبطه تفرقه من انفاركشن إلا بالانفستيجيشنز. هنعمل إيكو، هنعمل دوبلكس، ممكن انجو سي تي اي او ام ار اي ارجنت هنشخصه. بتاع الاسندنج واحد من الشخصيات المعروفه او في مصر كان عامل عمليه في امريكا مش من زمان، بتاع الاسندنج ارجنت سيرجن، نخش نشيل القرش نحط سنسيت الجرافت نوصل فيها الحاجات بتاعتنا. طب بتاع الديسندنج يمشي كونزرفاتيف، اهم حاجه نزل الهايبرتنشن وتابعه بدوبلكس. امتى هتدخل؟ لو لقيته داخل على سبير ميزنتريك ارتري، مش مكتوب عندك كام ما بتزودوش. فهنسمي امتى ادخل؟ لو نوت ريسبوندنج للكونزرفاتيف تريتمنت، ده الديسكتنج اورتا. شكرا شكرا يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليكم، فاضل لها محاضره واحده ومش طويله قوي في شابتر ارتيريال ديس اوردرز. شكرا يا اولاد، تصبحوا على خير النهارده، دلوقتي احنا ليلنا خلاص.